بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، يومكم سعيد إن شاء الله تعالى مبارك، نتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم على إذاعتكم ميد غاديو، على برنامجكم سيدة النساء. اليوم غنكملوا الحديث على سلبية الزوج ولكن من منظور معرفة الأسباب. فطبعا الحال كنتفقوا على أن سلبية الزوج في العلاقة الزوجية والعلاقة الأسرية كيأثر سلبا على هذه العلاقة، كيأثر على نجاح العلاقة الزوجية وعلى نجاح العلاقة الأسرية ككل، لأن التفاعل والعطاء هذا أساسي جدا في نجاح أي علاقة، وبالعلاقة الزوجية وفي العلاقة الزوجية بالخصوص. فالشخص السلبي اللي ما تعلمش العطاء أو لا يريد العطاء، والزواج بطبيعة الحال تعرفوا أنه مشكل من طرفين، إذن هاد الطرفين رجل ومرأة إلى تربوا على أنهم يكونوا في مستوى العطاء، مستوى العطاء الفعال، فإذن هنا كنلقاو بأنهم لا شك يتكاملوا، كيعيشوا في واحد النوع ديال الفرح وديال السعادة بطبيعة الحال، لأنه كل واحد سيأخذ حاجياته من الآخر. فما يمكن شيء أننا نتصور واحد الزواج ناجح بدون أنه واحد سيأخذ حاجياته الكاملة من الآخر، والآخر بطبيعة الحال بشكل تفاعلي سيعطي كل ما يحتاجه الشخص الآخر، وفي نفس الوقت راه سيأخذ. إذن هنايا لما تيكون هذا النوع ديال الزوج السلبي وكتكون هذا النوع ديال الأحادية العطاء من طرف الزوجة، فهذا لا شك أنه ينذر بخطر في العلاقة الزوجية، وينذر بتفكك العلاقة الزوجية عاجلا أم آجلا. فلما تلقوا أنه المرأة لوحدها كتعطي العاطفة، كتعطي الاهتمام، كتعطي القيام بالمسؤولية، والزوج سلبي في كل هذا بنسبة معينة، فهنايا كنلقاو طبعا الحال أنه هذا الأمر يؤثر على العلاقة على المدى الطويل، إما على شخصية المرأة فكتبقى غادة وكتهتز وغادة وكتنفصل على ذاك الواقع العلاقة الزوجية، أو لا تيوقع طلاق عاطفي، أو لا حتى من بعد تيوقع مشكل من المشاكل، أو تيقدر يوصل حتى للطلاق. إذن سلبية الزوج محطمة العلاقة هذا لا شك، لكن لازم على الزوجة أنها تبذل واحد المجهود في معرفة الأسباب، شنو هي الأسباب اللي كتخلي هذا الزوج ولا سلبي، لأنه بطبيعة الحال العلاقة الزوجية هي واحد العقد ديال الشراكة، ما يمكن شيء نهضروا على الانسحاب أو لا أننا نهضروا على أننا صافي غادي نخلو الأمر كما هو ونقولوا هذا الشيء اللي كاين هذا الشيء اللي عطى الله، وممكن أننا نفكروا في طلاق أو لا في واحد العيش اللي هو غير سليم عاطفيا وتفاعليا. لا، إذا لازم الإنسان المسلم تيبحث على الأسباب، تيدير مجهوده في معرفة الأسباب باش أنه تيقدر يساهم في إنجاح هذيك العلاقة. إذا السلبية ديال الزوج عندها أسباب، أولها التربية، فهذاك البيت اللي نشأ فيه ديك الزوج ممكن أنه يكون بيت يعتمد على أنه الذكر هو كل شيء في البيت، يعني الذكر هو هذاك الرجل، هو هذاك البطل، هو هذاك الأمير الذي يخدم ولا يخدم، هو هذاك الأمير وهذاك البطل وهذاك الرجل اللي كلمته ما كتنزل شيء الأرض، لا يناقش لا يجادل، لازم أنه الأخ دياله هي اللي تخدمه، الأم دياله تخدمه، أي طرف يعني أنثوي هو اللي تخدمه وهو لا يقدم شيء. إذن هنايا كتخلق هذيك الأم أو لهذاك الأب من هذا النموذج ديال الطفل وديال المراهق وديال الشاب واحد النموذج اللي صعيب أنه يكون في مستوى العطاء من بعد، صعيب أنه يكون في مستوى العطاء مع الأسرة مع الوطن مع الناس مع جميع العلاقات الإنسانية عموما. فإذا هنايا هذا أمر سيء لا شك، لأنه إحنا تعلمنا في مبادئنا الإسلامية أنه لما تيخدم شخص آخر هذا في منتهى الرقي، هذا هو منتهى الرقي الأخلاقي، فماشي عيب أنه نعلمه كيف ما الأخت تخدم الأخ ديالها، حتى الأخ لازم أنه يخدم الأخت دياله. لما الأم طبعا الحال تقدم أمور لازم أنه هذاك الذكر حتى هو يتعلم أنه يقدم أمور كثيرة للأم دياله والأب دياله في الأسرة والأخت دياله. احنا راه الحمد لله مسلمين، وحنا مسلمين عندنا منتهى التواضع والكرم، فاحنا يا الحمد لله ستلقى أنه لما تيجي عندنا الضيف سنحطوه لصباطه سنحطوه بالآدب، ماشي سنرميه من السقف وديك الطراق، لا، منتهى الآدب سنحطوه لصباطه سنشوفه شنو بغا، سنقرأ حاجياته حتى من عينيه، ياك ما بغيتي تمشي هنا، ياك ما بغيتي تدوش، ياك ما جاك الجوع، ياك ما اشنو بغيتي شنو تشهيتي. إذا احنا عندنا هذا التفاعل هذا يعني مع ضيف، فما بالك في أفراد الأسرة سيكون أكثر وأكثر من هذا.
اذا هنا الا كان هذا الامر حاضر والامر ديال انه سيد الناس خادمهم وتربى للذكر على هذا الامر في الاسره وانه عنده واحد الدور تيقوم به في الاسره، لا شك انه لما تيولي زوج تيولي عنده الامر هين وسهل بطبيعه الحال، كيبدا يجي الامر عادي جدا وتيستانس به وتيلقى راسو ذاته فيه، يعني تيرتاح انه فاش يكون في واحد المستوى من العطاء. اما الا تعلم غير مجرد التكبر وانه هو يعني محور الاهتمام دون ان يقدم اي شيء، وابسط امور انه غير يشكر، يعني كي اللي ما تعلمش حتى الشكر، والنبي صلى الله عليه وسلم تيقول لنا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فاذا انه يشكر الاخ ديالو ولا الام ديالو ولا الاب ديالو ولا اي واحد قدم له شي خدمه، هذا راه امر جيد، وهذه من ادبيات واخلاقيات اللي خصو يربيو عليها الوالدين وليداتهم، لانهم راه كتخلقوا لينا واحد الناس اللي ما تعرفوش يتفاعلوا في المجتمع، ما تعرفوش يقدموا شي حويجات للمجتمع، ما تعرفوش يقدموا حتى شي حاجه للوطن. اذا هنايا مهم جدا انه تكون هذا النوع ديال خلق دور الذكر داخل الاسره عاطفيا مسؤوليا، يعني من جميع النواحي. الامر الثاني والسبب الثاني اللي تيخلق لنا واحد الزوج السلبي هو الزوجه المعيبه، يعني كيف تنقولوا التي لا يعجبها العجب ولا الصيام في رجب. كاين واحد النوع النساء اللي دائما تشكوى، دائما ما كيعجبها حتى شي حاجه، جاب للحمالك جبتي هذا اللحم بحال هكذا غير عضومه، خرج ولده مثلا خرجتيها وضربوا البرد ما لبستيش، جاب شي تقديه التقديه مالها ناقصه. اذا كتكون دائما المراه اللي هي معيبه وسلبيه وكتشوف دائما المناقص، يعني ما كتشوف شيء، الامور اللي هي ايجابيه كتشوف ما هو سلبي. هذا النوع النساء يعني وهالطريقه لا شك انها سيئه، كتخلق واحد النوع ديال الازواج السلبي، خصوصا الا كان هو زوج يعني عنده قابليه لهذه السلبيه وما عرفش كيفاش يتفاعل وما عرفش كيفاش انه يخرج راسه قدام هذا الامر هذا الواقع. فهنا كيخلق واحد النوع ديال التراجع عند الزوج، كيولي الزوج كيتراجع اللور، صافي اذا انا حتى حاجه ما كتعجبها، حتى حاجه اللي تنديرها ما تتعجبهاش، اللهم نبقى هاني ونرجع اللور وانا ما تنعرف ندير والو. اذا هنا ما تخلقش الزوجه هذا النوع من الرجل، كيف ما تيقول المثل المغربي، رجلك علاش ما عودتيه وولدك علاش ما ربيتيه. اذا هنا كتخلقي واحد النوع ديال العاده ديال انه راه انت اللي تسببتي فيها، كتبقي تنتقدي بشكل كبير وما كتبينيش الايجابيات، فبالتالي هو تيتراجع الوراء وانت كتحملي مسؤوليه كامله، وهنيئا لك. السبب الثالث هو الزوجه المتحكمه. كاين بعض الزوجات اللي هما متحكمات، الزوجه المتحكمه كتحكم يعني في اغلب الامور او في كل شيء، هي اللي كدير الخطه، هي اللي كتسير، هي اللي كتنفذ. اذا ما كيكون حتى شي بصمه للزوج، ما كتخليش شي مجال للزوج انه حتى فين يحط صبعو. فهنايا هذا النوع ديال الزوجات لا شك انها تستثير اتكاليه الزوج، هي اللي كتجبد عليها ان هذاك الزوج يولي متاكل عليها، صافي انا راه عندي راجل ومراه في الدار تدير كل شيء، وفي الاخير للاسف كتجي المراه كتشكى علاش ما الراجل ما تيديرش معايا هكا، لانه علاش كتبقى بديك الجهد ديالها واحد المده واحد السنين، من بعد كتعيا وكتحط. فهنا ما تنتكلموش على مساله التعاون او ليلى كان واحد ما مشغول الاخر يقوم الدور، لا كنهضروا على انه كاين واحد النوع مسيطر ومتحكم هو فعادته تيكون اما قيادي، ولكن هذه قياديه سلبيه، لانه القيادي الناجح هو اللي تيعرف يوزع الادوار، القيادي الناجح هو اللي تيوزع الادوار ماشي هو اللي تيقوم بكل شيء. لانه علاش نفسيه الزوج، نفسيه الرجل تيبغي يحس بانه حتى هو عنده مكانته في البيت، حتى هو عنده مكانته في الاسره، حتى هو تيقدم شي حاجه. فبعض النساء يعني بعض النساء غير من مبدا انها كتقول لك انا بغيت غير نريح راجلي ونريح وليداتي ونريح كذا، كتقوم بجميع الامور يعني، وحتى ربما ما كتستشروش حتى في بعض الامور، فكتبقى هي اللي كتاخذ القرار في كل شيء، هي اللي كتسير، هي اللي كذا. فهنا كيخلق واحد النوع ديال السلبيه عند الزوج. كاين كذلك النوع الاخر من النساء هو الزوجه النكديه. الزوجه النكديه هي الانسانه اللي كتكون عندها واحد النظره ديال الظلاميه في نظره الامور ونظره الواقع، فكل حاجه كتشوفها على انها سلبيه، والحاجه كتشوفها على انها لا تسعدها ولا تدخل لها سرور لقلبها، فكتلقاها دائما كتشكى، دائما تتحاول انها تجبد المشاكل يعني والسلبيات مع رجلها، حتى في لحظات الانس لما تيجي يبغي تقرب منها ويقول لها شي كلمات زوينين ويضحك معها، ما كتعرف تضحك، ما تعرف تتفاعل، يعني وجه تمثالي وشخصيه تمثاليه، اما كتستحضر الماضي كتبقى تقول له عقلتي نهار درتي لي كذا وفعلتي لي كذا وتركتي لي كذا، ف
فهنايا بطبيعة الحال هنا الزوج غيولي سلبي حتى في عاطفته، اذا ما غلقاش اي واحد تفاعل، فبالتالي يتراجع للوراء وكتولي هنا سلبيه، ومن بعد ربما كتشتكي المراه وكيزيد طين بله. هاد الزوجه النكديه كتكون احيانا خدات هاد المفهوم وتربات على نموذج الام الحادقه، الام الحادقه اللي كتخاصم على كل شيء، كتغوت علاش درتي هكا، مالكم خسرتوا لي الصالون، مالكم ما جففت وانا خسرتوا لي الارض، عندكم نظموا هنايا، عندكم ديروا هنا، عندكم عندكم، يعني دائما ديك النظره ديال ولا داك الاسلوب ديك التعامل ديال الزوجه ولا ديال الام، لانها باش تكون حادقه وباش تكون قائمه على شؤون البيت خصها دائما الانتقاد الانتقاد الانتقاد. هاد النظره سلبيه وهاد طريقه سلبيه ولا شك، خاص المراه تربي نفسها انها تفصل بين الامور اللي ما كتعجبها شيء والامور اللي كتعجبها، بين انها تعبر على ذاتها من خلال انها تصارح لكن بطريقه لبقه، انها ما تذكر شيء غير العيوب تذكر. اذا وهذا الشيء ان شاء الله تعالى غنشوفوه في الحلول باذن الله. اذا هنايا هاد الاساليب كلها حاولوا ما امكن انه تفادوها، وهاد الشخصيات السيئه حاولوا يعني نتوما كزوجات انكم تفادوها، لانها لا شك هي اللي كتصنع لنا واحد الزوج سلبي، وفي الاخير كتبقى النتيجة هي نتيجة غير مرضية لا للزوجة ولا للزوج، لأنه ما تنتظروش وما توقعوش بأنه راه الزوج السلبي حتى هو راه تيكون دائما مرتاح، لا، لأنه لما تنعطيو فرصة الفاعلية للآخر راه تنعطيوه مكانته وكنحسو بشخصيته وكنحسو بمحبتنا ليه، راه ماشي دائما لما تنخليو الآخر يكون بواحد المسؤولية راه حنا ما تنبغيوش الشيء أو لا بغينا له المحنة، لا، حسب نوع المسؤولية، ثقل المسؤولية، حجم المسؤولية، كيفية أداء المسؤولية، هذه كلها أمور اللي راها مهمة وكتعطي واحد النوع ديال التشارك والمحبة. معنا أول مكالمة من لاتوريا من إسبانيا، مرحبا للا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا لاتوريا، أهلا وسهلا. بارك الله فيك، أنا الآن سعود وأنا كنت الله أكبر، لا إله إلا الله، مرحبا بك، نحن مقدرين هذا الأمر، الله يبارك فيك، الحمد لله. أنا فرحانة بزاف، ربي يخليك، الله يخليك، الله يفرحك بلقاء النبي لله، مرحبا بك. بارك الله فيك دكتورة، الله يجزيك بخير. مرحبا لله. أنا دكتورة بغيت نخوي شوية اللي عندي الدخلة. مرحبا. أنا مخلصة البرنامج ديالك. الله يكرمك لله، الله يكبر بك. مرحبا، شكرا لكم على المتابعة، شكرا. أنا أم أربعة ديال دراري، عندي جوج بنات وولد. المشكلة عندي دكتورة ما عرفتش واش العيب مني ولا ملي عندي سكر، عندي بنات صغارين. كانوا كيسمعوا الهضرة يحترموا منطقة الاحترام بيناتنا، خليهم يديروا اللي بغاو أولا ولا الاحترام ما كايناش. المشكل ديالي كنت كنقبى عليهم ما كنقولش لباهم، والمشكل مع الجوج ديالي قبل كنا مزيانين، الحاجة كنت كنخدم حاجة اللي كنجيبو كنحطو فوق الطبلة. دابا مؤخرا هذه مدة عامين دكتورة حسيت فيه بدل مدة كنقول ماشي غير أنا اللي نعمل، ماشي غير أنا اللي ندير، كنت ما تقبل ديك الهضرة ديالي، ما بقاتش كيما عمالة اللي كنتقبل. هو راه دكتورة واحد عايرني بالمرض، الله أكبر، عايرني بالمرض دكتورة. لا اله الا الله. انا عندي انفكسيون ديال اورينا ديال الكلاوي. وعلى كل حال دكتوره الخمر دابا ما كنجلسش يا دكتوره، ما كنجلسش. انا عندي دابا 15 عام وانا عايشه هنا. ايه شعندك بالعام؟ شعندك؟ انا عندي دابا 41 عام، شهر 5 غندخل 82. ايه طولت عمرك ان شاء الله. وتقوت الاعصاب دكتوره والنرفز، دابا كنت كناكل مهدئات الاعصاب ما عرفت دكتوره واش العيب مني ولا العيب فيهم هما. البنات كندير معاهم كثر من جهدي، نخلي راسي عريانه ونكفيهم ونحار راسي من حاجه، وكنبقى نبينهم احسن اي واحد. الاحترام دكتوره ما بقاش. شحال عندهم من عام لاتوريا؟ البنت الكبيره عندها 23 وحده عندها 22. أول حاجة اللي كيعملوا كنخبى عليهم ما كنقولش لباهم، دابا باهم كيرجع لهم عليلي كنقولو انتي مثلا اللي تفرطيهم، انتي اللي الفرطة ديالك انتي هتتفرطي. مثلا مثلا بحال شنو اللي تيديرو شي حويجات اللي يخرجوا؟ انا نهار الصغر ديالهم كانوا بخرقة
بالفازمين والصلاة ما كيسهروش ما كيسهروش في الزنقة ولا شي حاجة كيمشيو للقراية غير الهضرة ملي كنهضر مع أنا المدرمة ديالها عادي أنا بهضرة وهي بعشرة دكتورة وراجل ماشي مستعدني تغير بزاف على دكتورة شكون راجلك؟ تغير بزاف ملي بقيت كان كل نسبة ليا ونسى ليك شوية نسى شوية أنا هادي ما هو ما تقبلهاش يعني هذا هو الخلاف هذا هو الخلاف كل شيء مني يا دكتورة قبل هو كان تيصرف؟ ملي كنا في المغرب أنا ما كنتش خدامة هو اللي كان كيدير كل شيء إيوا ومن جينا لهنايا الحمل كل شيء كيبغي لي أنا وأنا عييت علاش ما خدمش هو مشيتو لإسبانيا؟ مجلس مدة خمس سنين خمس سنين ما خدمتش خمس سنين أنا هزيت الحمل كاملة علاش خمس سنين هو جالس علاش ما يخدمش أي حاجة؟ ما كانش الخدمة كاملة شمن مدينة؟ شمن مدينة أنتوما؟ أنا برشلونة في الطب في مطارو أنا بديت خمسين هزيت أنا الحمل كل شيء انا هزيت الحمل دابا واخا هو خدام دابا هو خدام حاليا خدام واخا خدام حاليا ما خدامش يعني انت عزيزه قبل هزيت دابا ما شاء الله ما شاء الله شوف لالا توريا انا نقول لك دابا انت تكلمتي على انك عطيتي لراجلك عطيتي لبنياتك عطيتي يعني بزاف ديال الحوايج وانت باقه في العطاء يعني وفي نفس الوقت تقولي ما لقيتيش المقابل ما لقيتيش انت اللي غيعطيك داكشي اللي بغيتي واش لالا توريا انت عطيتي لراسك نفسك كتحسي براسك بانه انت كتقدمي شي حويجات زوينه لراسك ولا لا حبيبي انا ما كنتش حاجه ما درتش حاجه راسي لا اله الا الله واش شفتي هذا الخطا ديالنا ملي كنت بنت 13 عام ولكن هذوك والديا خدمت عليهم هذوك والديا دابا نفس المشكل انا خدامه انا خدامه بحالي ما خدامه لا شوف انا باش نميزوا الامور راه ماشي عيب ان الانسان يعطي للناس ويساعد الاسره ديالو ويساعد المحتاج ويقدم ولكن راه كاين لنفسك عليك حقه دابا انت لالا توريا ما درتيش الحدود كديري شي حاجه وانت ملزمه بانك ديريها ما مقتنعش بها كتعطي وانت ما باغاش تعطي لانه ماشي حيت ما بغيتيش ولا انت ماشي طيبه وصلتي لواحد الحد اللي ما بقيتيش قادره انك تعطي فيه وما ولفتيش انك تقولي لهم لا الوقت اللي خصك تقولي لا ما ولفتيش انك تقولي لهم لا فهنايا الانسان اي باش يعني ننصحكم باش تجنبوا هاد المسائل هادي توقعوا فيها حاولوا تقنعوا نفوسكم بانه راه كاين واحد الهامش ديالكم نتوما شخصي اللي خصو يكون حاضر والا ما نقدروش نستمروا واش الطوموبيل مثلا كنركبوا فيها تنبقاو غير غاديين بها بلا ما نديروا فيها لا ايسونس لا ديزل لا ما نعرف فيول ما طياره واش ما يمكنش شيء اذا ما يمكنش فاذا ضروري من واحد المصدر ديال الطاقه اللي تناخذوه والمصدر ديال الطاقه منين تيجي الطاقه تجي من انه اولا حنا كنحترموا ذاتنا وتنعرفوا الحدود ديالنا ثانيا تنحاولوا انه نعطيو لنفوسنا شنو الحويجات اللي كتحتاج الا ما اهتميناش بصحتنا عطيناها الاولويه الصحه النفسيه والصحه البدنيه الا ما عطيناش الروحانيه نفسنا جلسنا مع راسنا لا بنتي شوف دابا بنتك هاد التواصل اللي الان مفقود وهاد عدم التقدير الان اللي ربما مفقود كاين من اسباب متعدده والسبب ديالو حتى هو اللي راه كاين ومهم هو انه ما لقاتكش لاله قويه ما لقاتكش قويه انت لقاتك نعم مرا طيبه ام ظريفه اللي كتاثرهم على نفسها هذا امر جيد ورائع والايثار حنا عرفناه عنده مكانته في الاسلام ولكن في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا لما بنتك تعلم بانه راه كاين واحد النوع ديال التكامل في العطاء كاين واحد النوع ديال انه كاين اخذ وكاين عطاء راه هذه غتربى على انها كيف ما تتاخذ من عندك خصها تعطيك خصها تعطيك على الاقل الاحترام خصها تعطيك نوع من الطاعه خصها تعطيك تقدير لهذاك الراي ديالك
لما كتلقات انتي بنتك ما عطيتيش الوقت لنفسك في انك تاخدي تقراي شويه القران، في انك ديري واحد شويه ديال الرياضه، في انه واحد الوقيت بغيتي تبقاي غير بوحدك ترتاحي وتدخلي في واحد التامل، تاخدي غير واحد الصوره ترسميها انتي في الدين ديالك ولا تكتبيها في اليوتيوب وتشوفي يعني شي صور ديال الطبيعه وتبقاي انتي في واحد اللحظه التامل والاسترخاء والتنفس العميق وديال التسبيح وتقولي سبحان الله في خلق الله، وتشوفي في الإبل وتشوفي في الحيوانات وتشوفي في الفضاء وتشوفي في الطبيعة وتشوفي في الجبال وتشوفي في البحار، يعني هنا كتدخلي في واحد الحالة استرخاء. تجي عندك بنتك ماما بنتي واخا حبيبة أنا يا هانتي غير نسالي هاد شوية ونكمل معاك، وطبيعة الحال انت راه عطيتيها وقت آخر اللي مشبع ليها هي واللي كذا. إذا هي شوف المراهقين كيمشيو لهذا المجال ديال السهر ولا الاعجاب، ديال انتم عندكم واحد التحدي اخر ديال الاعجاب بواحد نمط العيش اخر مختلف علينا وعلى عاداتنا احنا المغربيه وعلى عاداتنا كمسلمين كعرب وكامازيغ، وهذا اذا في واحد الوطن اخر، واحد العقليه اخرى، واحد التدين اخر، واحد الممارسه اخرى ديال الحريه. فهنايا البنت او البنيتات تعجبوا بالفضاء اللي هما فيه الخارجي وما تعجبوش بالفضاء الداخلي، حيت الفضاء الداخلي ما لقاوش فيه ذاتهم، ما لقاوش تنوع، لقاو كلا شخصيه شويه هشه، شخصيه حساسه جدا، تعلمت انها غير تعطيهم، ما بغاوش ديك النموذج، ما بغاوش يكونوا حتى هما مهتزين، يشوفوا الضعف ديالك انت كيفاش كاين مع باباهم، وما بقاش واحد النوع ديال الاستقرار، وما بقاش حتى هو ربما تيميل ليك. اذا انت شخصيه لا تجذب، شخصيه ما لا تستهوي لا زوج ولا مراهقين ولا شباب. هنا سمحي لي لالا، ولكن انا تنبغي نوضح الامور باش نعرفوا حقيقتها وباش نشوفوا الامور كما هي باش نقدروا، حيت الا ما شفناش نفسنا في الصوره الحقيقيه ما يمكن شيء اننا نصحوا ديك الصوره. الا ما بانش لنا الطابلو مزيان كنا ديال نضادر كحل ولا كنا ما تنقدروش نشوفو مزيان اولا كان ظلام اولا كذا، ما يمكنش نشوفو الالوان بالوضوح وما يمكنش نقولوا هذا اللون غيتناسق مع هذا اللون وهذا اللون جاي مع هذا، وهنا خص يكون اضاءه اكثر وهنا خص تكون واحد الاضاءه خفيفه، يعني ديك الصوره خصنا باش نديروها في الجماليه ديالها خصنا نشوفوها بوضوح، يعني في واحد الضوء. الان حتى في التصوير وفي الاخراج وكذا راه تيعطيو تيقيسوا الضوء شحال خص يكون الضوء شحال، لان الضوء مؤثر لا على النفسيه لا على النظره ديال المشاهد الامور لا على مجموعه الامور. اذا هنا لله حاولي ما امكن ديري واحد الوقفه الله يعطيك السر قبل ما تطلبي من بنياتك انهم هما يحترموك ولا يسمعوا لك، ولا ديري وقفي اولا مع صحتك انت هي الاولى، مع ذاتك هي الاولى، تقبلي نفسك، تقبلي الماضي ديالك، تقبلي القدرات ديالك، غادي تاخدي وتكسبي وتقولي توريا شنو فيها زوين، توريا شنو الايجابيات اللي فيها، غتلقاي هكا يعني غتلقاي واحد العدد كبير ديال الايجابيات اللي عندك، كسبيهم، وفي نفس الوقت غتكسبي حتى السلبيات من بعد، لما تسالي من الايجابيات كسبي السلبيات، لما تكسبي السلبيات وتحطيها حدا الايجابيات، الايجابيات تزيد تعزيها، بمعنى انت عندك العطاء، عندك حب العطاء رائع جيد، هذا امر في منتهى الايمان ومنتهى الشخصيه اللي هي ايجابيه، ولكن من العطاء ان اعطي لذاتي، من العطاء ان اضع حدودا، ما تقلقيش حيت راجلك تقلق منك لما مبغيتيش تبقاي تعطي الخلصه ديالك كامله، لا، حيت من حقك انت اولا شرعا انه يكون المال ديالك تصرفي فيه كيف ما تشائين، ثانيا لانه من حقك انت تخلي واحد القدر ليك باش تشري انت حويجاتك، باش انت تشري الماكياج ديالك، باش تمشي تمارسي الرياضه، باش تصدقي على والديك، باش ماشي تصدقي على والديك يعني على الناس وتعطي لوالديك، باش يعني ديري حويجات اللي كترتاحي فيهم، باش انت تكوني سويه، باش انت تحسي بذاتك وبكيانك، باش انت اثبات الذات والثقه في النفس تزيدي تعزز، راه ماشي انانيه هذه، راه غير باش انت تزيدي تحسي بثقتك بنفسك. وفي نفس الوقت راجلي العزيز راجلي الحبيب، ها هي الامور اللي راها ضروريه، ونفرقوا بين ما هو ضروري وهو ما غير ضروري، ها هي الموارد ديالنا، ها الامور اللي كنصرفوا في الدار واللي محتاجينها، وها الامور اللي غادي ندخروها نخبيو شي حويجات لدوائر الزمان، ونخلي شي حاجه اللي هي حتى انا رت انا مرا وتا انا انت ومن حقي ديك عرق جبيني انني نتصرف فيه. تعلمي ماشي عيب نقولوا لا، هذا كيتسمى تاكيد الذات. شنو هو تاكيد الذات؟ هو التعبير عن الذات، تعبير على رايك
بكل أريحية بكل بقمة الأدب. شوفوا غير باش ما نقولوش راه تأكيد ذات هي متعلم قول لا 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 وما نديرش الخطر للناس نهائيا وما نكون شيء مؤدب، لا أبدا لم أقول هذا. تأكيد الذات هو بين السلبية والعدوانية، ما نكونوش سلبيين، حاجة كتضرنا كتفقصنا معز كتطرطقنا وما كنبغيوهاش وكتضرنا بمعنى الكلمة وساكتين، وما نكونوش عدوانيين نقولوا بواحد الطريقة اللي هي خشينة وواحد الطريقة اللي هي خايبة ما فيهاش الأدب ونرفضوا يعني بقلة الأدب. لا، تأكيد الذات هو أنك تعبر على ذاتك. راجلي راه علاش ما بقيتش كنعطي هاد لاصوم، راه انا محتاج لكذا وانا محتاج لكذا وانا محتاج لكذا، واش ما بغيتينيش نبقى زوينه في عينيك، واش ما بغيتيش تبغيني، واش ما بغيتيش كذا، انت دخلي له من هاد الباب. اكدي ذاتك، عبري على ذاتك، لا هضري ماشي عيب، راه انت انسان وبشر ومن حقك ان ديك الفليسات ديالك تصرفي فيها بشكل اللي كيرضي الله تعالى واللي اللي غينفعكم بجوج. الا شفتي هو مقلق، اذا شنو اللي قلقك؟ فتحي معاه حوار، علاش، شنو بغيتي، شنو خصنا نشريو، شنو الاولويه اللي كتبان لك. ما فيها باس مادام انت في الاول كنتي كتعطي كل شيء، غيجي واحد الوقت بالتدريج غتقولي له ها انت ها المصروف اللي خليت لي انا، ها انا مثلا فاش درتو شي حويجات، من حقك انك ما تقوليش كل شيء، ولكن غير بالتدريج. ثم بنياتك، لا بنياتك باش يحترموك خصك تعطيهم المبادئ وما تكثريش عليهم من ما ديرش ما تفعلش ما تتركش. الا كانت عندك شخصيه اللي دائما شخصيه اللي هي منتقده او شخصيه اللي كتشوف سلبيات او شخصيه الامره دير كذا ما ديرش كذا، لا الشباب ما تيبغيوش دائما هكذا في هذا السن 22 23 تيبغيو واحد النوع ديال القوه النفسيه اكثر منها جسديه، نفسيه اكثر منها جسديه، وتيبغيو واحد النوع ديال التفاعل وديال الفهم الواقع اللي هما فيه بانه واحد الواقع ديال التحدي. نتوما كتجروا في الدار، المجتمع تيجر على برا، شخصيتهم تيقلبوا عليها، الهويه ديالهم تيقلبوا عليها. نعطيهم واحد المفهوم اللي هي اللي هو قيمي، فيه المبادئ الاسلاميه، فيه النخوه الاسلاميه، فيه الكرامه الاسلاميه، فيه في الكبرياء ديال المسلم، الكبرياء ديال المسلم اللي ماشي يتكبر على الناس بمعنى انه تياديهم، لا، اللي فيه الاعتزاز، الاعتزاز بشخصيته. اذا لعطيتوا لاطفالكم الاعتزاز خصوصا بالناس اللي تقيموا يعني في الخارج، الاعتزاز بالهويه المغربيه الاسلاميه وبهذاك الانفتاح ديالها والاندماج ديالها، وفي نفس الوقت محافظه ما كتذوبش مع الشخصيات الاخرى، وتعلموا. دابا انت ما كتقوليش لا بنياتك حتى هما تعلموا ما يقولوش لا. وقت ما قال لهم شي واحد يلا نسهروا، بسم الله، وقت ما قال لهم مشيو لهاد البلاصه نمشيو نلبسوا هاد اللباس نمشيو، حيت هويتهم وشخصيتهم ماشي قويه. اذا خدمي لا على راسك، الله يعطيك الصبر. الا احتجتي ما يهمك شيء ان شي واحد يعيرك بمرضك او لا كذا، استعيني بالله سبحانه وتعالى، ديري ادعيه الشفاء، ادعيه الاستعانه بالله عز وجل، قراي القران، خذي الادويه ديالك، استعيني باطباء مختصين في تطوير الذات، في يعني في الامور اللي تنفعك على المستوى النفسي، وان شاء الله تعالى تكوني بخير وعلى خير، موفقه لله، الله ييسر امرك. معنا الان من مدينه مكناس لاله ندى. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا لاله ندى. مرحبا بك، الخير، شكرا. ربي يخليك لاله، شكرا. اول حاجه شكرا على هذا البرنامج. الله يبارك فيك لاله ندى، شكرا لك. اللي كنسمع ليك زعما كل نهار، واليوم فهاد سيده النساء زعما شكرا بزاف. الله يكرمك لاله ندى، شكرا لك، شكرا لك حتى انت. واخا انا عندي عفاك واحد المشكل، المهم يقدر هو ما يكونش مشكل، مي بون انا عندي مشكل. انا مزوجه صافي دابا تقريبا 3 سنين. و عندي مشكل مع راجلي انه ما عايش معايا ديك لافي دو كوبل، زعما ما تيعجبوش نخرجوا اونصومبل مع البني، عندي بنيته، نخرجوا اونصومبل، نمشيو نديروا دي زاكتيفيتي اونصومبل. كنت قلت لي واحد النهار، كنت زعما ودادنا على هذا الشيء، وقلت ليه، قال لي شوفي انا ما تيعجبنيش نخرج اون كوبل صافي. تقبليها هكا، وانا كيجيني بالله انا كيرتاح مع صحابو اكثر ما كيرتاح في الدار، كيرتاح مع تيدير هما ديزاكتيفيتي معاهم اكثر معانا حنايا انا وبنتي ولا شي حاجه. انا هذا الشيء ماشي هذا الشيء اللي كنت منتظره من الزواج اون جينيرال، شي مره كندم كاع كنقول وقيلا كان الاختيار ديالي خاطئ ولا شي حاجه. المسألة اللي ندى غير في هذه المسألة الخروج، ولا حتى في مسائل اللي كتعلق بكلام زوين، كلام حلو، رومانسية في الدار، كذا كذا.
هو تيقول لي الصراحة تيقول لي الهضرة زوينة وهذا تيقول غير أنا ديما مثلا تيجي معطل ولا شي حاجة ماشي معطل بزاف مي ما كيعيش تما يقول ما تجيش من الانيشيتيف أنا يقول لي أجي نخرجوا البنيتة شوية ولا أجي أنت تخرجوا أنا وياك ولا شي حاجة هكاك ما تعجبنيش أنا الحال ديما كيكون تقريبا ما عجبنيش الحال. لندى اولا لما تنشوفوا الامور نشوفوها بمنظور سليم. شنو هو هذا المنظور سليم اللي فيه ذكر الايجابيات وذكر السلبيات ياك اش كتشوفي شي واحد وبالخصوص يعني الزوج ولا الزوجه ما تنتظروش ان الامور كلها تكون 100% كيف ما نتوما مصورينها. ما كيعنيش هذا ان ما كنسعاوش ليها اننا نحقوها لا ابدا كنوضعوا هدف انا تنتكلموا ديما في اطار الاهداف كنحطوها حتى في علاقتنا مع الاخر تنحطوا اهداف اذا الهدف انت ديالك لله هو انه راجلك يبقى يتفاعل معك ويخرج معك ودير واحد الوقيتات اللي تكونوا هكذا اون كوبل خارج عجبوا الحال تضحك مع بنيته تضحك مع تضحك معك اذا اولا قلت لك هذه النظره هذه ديال انه غديري واحد المقارنه بالايجابيات والسلبيات إلا درتي مقارنة بالإيجابيات والسلبيات اللي في راجلك غدا تبان لك هذا الأمر أولا بسيط إذا ما غيأثرش لك على واحد العلاقة ديالك مع نفسك أولا ما غيشكلش لك واحد الهاجس كبير غيبدا يبان لك راه مشكل صغير وغيتعالج إلا درتي له الآليات ديالو والخطوات ديالو غادي يتعالج إن شاء الله وغادي يتحل خصوصا نتوما يلاه ثلاثة سنوات راه باقي لالا شوف نقول لكم واحد الأمر حب الرجل يختلف عن حب المرأة المرأة قد تعجب وتحب الرجل من أول نظرة الرجل لا ماشي دايما الرجل اللي عنده الحب تيمر بمراحل حتى كيطمئن حتى كيستأنس حتى كيندمج حتى كيشوف هاد المرأة واش تصلح له ولا ما تصلحلوش حتى عاد باش كتلقاه تيوقع في الحب ديال المرأة ديالو الزوجة ديالو بواحد الشكل كبير تيكون الحب في البدايه ماشي ما تيكون شيء ولكن عنده متدرج في حين ان المراه لما كتحب صافي كتعطى كامله يعني صافي كتعطي مشاعرها احاسيسها اهتمامها جسدها كل شيء اذا هنا لالا حاولي تقولي خدي من هذا المنظور قولي بانه راجلي راه غادي يبقى غادي بشويه بشويه تطور مزيان ملي كتاكدي ذاتك يعني تعبري على الاحتياجات ديالك شنو كتبغي شنو ما كتبغيش غير هو ما تبقيش محكره على هذه النقطه بشكل مباشر حتى تسمعي نفس الكلام اللي كيف ما قال لك هو قال لك انا بحال هكذا غادي تنظمي الوقت ديالو لالا غتنظمي الوقت ديالك الا خرج معاك مثلا غير واحد نص ساعه او لاقل وقال لك واحد السويعه اخرى غادي يمشي مع صحاب ماشي مشكل لا باس من منطلق التدريج لانه باقي الان ما تفطم شيء من علاقات اللي ربما قويه مع اصدقاء احنا ماشي بغينا نقطعوا في الزواج يعني كنقطعوا علاقات الصداقه لا ماشي هذا المقصود وانما ما تتكون شيء على حساب عاوتاني علاقه زوجيه على احتياج الطرف اخر يكون على الاقل واحد النوع ديال التكافؤ اللي عطاهم هما ساعه يعطيك انت ساعه ونص عطاهم هما ساعتين عطاوك انت ساعتين ونص اذا هكذا مثلا او على الاقل قد غير ما تدخليش في امر اخر هو مساله المقارنه حين صرتي تجلس مع صحابك بزاف راه تيبغيهم اكثر مني وانا ما تيبغينيش هذا امر ثاني مهم جدا باش تبقاي انت في واحد المستوى ديال الارتياح النفسي ما تاخديش بهذا المفهوم لانه يقدر هو مع صحابو كيتفاعل معاهم في مواضيع اللي ما يقدرش يتفاعل معها معاك انت اذا هنا غتشوفي شنو غتشوفي الاهتمامات ديالو لالا شنو النوع خليه هو يتكلم خليه غير يتكلم ما تنتقديش علاش مشيتي مع صحابك علاش خليتيني لا خليه يقول له شنو قلتو شنو درتو فين مشيتو شنو خليه يحكي لك غير باش تعرفي بعدا اولا شنو الاهتمامات شنو تيقولوا واش كيهضروا على الكره واش كيهضروا على المشاريع واش كيهضروا على العيالات واش كيهضروا على المشاكل الاقتصاديه وعلى الخلصه وعلى فين مشات هادي وعلى فين اذا خليه بعدا غير تعرفي شنو الامور اللي كتهمو الا حكى لك وطمئن لك ها هو بدا كي ماشي غير كيحكي لك وكتعرفي انت لا ها هو طمئن لك وها هو خلقتي واحد العلاقه وديه بينك وبينه ها هو بدا كيديرك انت صديقك حتى انت زادك يعني اللائحه ديال الاصدقاء هذا مكسب بالنسبه لك لما غيحسبك صديقه ماشي غير زوجه لانه مادام هو عنده الميل الاصدقاء يعني هو عنده العلاقات شنو هي العلاقات الصداقه العلاقات التواصليه هي اهم مما يتعلق بالمشاعر العلاقه التواصليه الفكريه العقليه قد تكون افضل قد تكون بالنسبه له افضل من هذيك اذا هنايا هانتي كسبتي تواصل ديالو وهانتي غادي يبدا يعطيك واحد الوقيت اللي غادي تسحبيه بشويه بشويه راه
ما لا يدرك كله لا يترك جله، وبنقطه بنقطه تيحمل الواد. وما تقوليش لا تنيأس وتنقول هذا الاختيار ما كانش صائب، لا 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 لا، ضروري ما تلقاو شي حاجه، ضروري ما تلقاو، وما تستسلموش غير واحد الخطه بسيطه، واحد الاليات اللي هي تكون فيها متابره، وتكون شوف مسافه 1000 ميل تبداوا بخطوه، راه غير بشويه بشويه حتى كندركوا الامر، ما تستعجلوش الامور. ثم اذا لما غتعرفي شنو الاهتمامات ديالو غادي تخلقي انت ديك نوع الحوار والاهتمامات لما تخرجي معاه، لما تكوني معاه اولا في الدار. اذا اللي يستانس بالحوار معك في الدار غيبغي حتى الا خرج معك غيعجبو الحال، لانه غتهضروا في نفس الامور، اولا شوفي واش هو من النوع اللي كيتكلم ولا ما كيتكلمش شي بزاف. اذا الا كان هو كيتكلم بزاف خليه له الحوار انه هو يستحوذ عليه شيئا ما، واحد النوع ديال الانصات مهم جدا. حيت نقول لكم واحد الامر اخر اللي هو مهم في التفاعل ديال الزوجه مع الزوج، في التواصل الزوجه مع الزوج. الراجل لما تيحكي لك مشاكل العمل ولا تيحكي لك مشاكل الاسره ديالو مع عائلته ولا مع اصدقاء ديالو ولا مع شي واحد، ما تيطلبش منك النصيحه، ما باغيش النصيحه، بغى اللي يسمع ليه. النساء لا كيستعجلوا، يلا كيقول لها الجمله الاولى ايوا شفتي وعلاش ما قلتيلوش بحال هكا، مزيان اش قال لك بحال هكا، علاش دار له بحال هكا، قول له صافي تيطلع له الزعاف ما تيحمل شي حتى يكمل. لا خليه يتكلم، خليه، هو ما بغاش منك النصيحه، بغاك غير تكوني منصته، حتى الا طلب منك قال لك شنو رايك اولا قالها لك بواحد الطريقه اخرى، قال لك انا ما عرفتش شنو ندير في هذا، قول له انا كيبان ليا الا كيبان ليا الا هكا راه الامر بحال هكذا، ولا خص مثلا هكذا الانسان يتصرف بحال هكا، ماشي انت دير، خاص انسان هكذا يتصرف. لانه بعض الرجال اقول ما كيتقبل شيء ان النصيحه تكون من امراه، خصوصا الا كان واحد كاين واحد التنشئه يعني اللي فيها تنقيس من قدر المراه، ولا شوف التنشئه ديالو هو كيفاش، الفكر ديالو هو كيفاش. اذا كل واحد تتعاملي معاه على حسب المنطق ديالو، هو حسب طريقه التفكير ديالو. اذا هذا بالنسبه لهذا الامر. ثالثا ما تعتمديش على انه دائما راجلك غادي يكون دائما معاك فاش تخرجي، خرجي بعض المرات شبعي الحاجه ديالك ديال الخروج انت وبنتك، واحد الوقت عاوتاني اللي يكون حتى هو وقت مقدس ليك انت وياها، وهو اللي تخرجوا فيه مثلا شوف مره في الاسبوع اولا مرتين اولا اكثر 15 يوم كل واحد وحسب، ولكن افضل انه يكون واحد المره في الاسبوع على الاقل اللي يكون فيها خروج بين زوج وزوجه كتزيد توطد العلاقه. ثالثا اولا شحال فين وصلنا، ماشي ثالثه والله يا ودي 10 10 هادي 10 يا كلوف اش من ثالثا اذا 10 كتديري لله واحد ثلاثي، ثلاثي المثلث اللي كنقول لكم دائما هو مثلث النجاح في العلاقه الزوجيه، اللي هو خلق تكوين وانشطه ومرح. خلي الجلسات ديالك لله معاه كلها مرح، غير ضحك ونشاط، وشوفي واش راجلك غيجي عندك ولا ما غاديش يجي عندك. راه انت قلتي واحد الامر، قلتي بانه بلا ما تقولي انا فهمتو، انت ما كيعجبكش الحال، بزاف الحوايج ما كتعجبكش، لا الله يرضي عليك، الله يرضي عليك، هاد الشخصيه النكديه راه مسيئه، وانا صراحه والله العظيم واستسمح تيبقاو فيا بعض الرجال ملي كنشوف شي نساء نكديات تنقول الله يحسن العون، لان انت مرا كتقلتي معاها ما كتحمليش قلتي معاها، كطلع لك الزعاف شي مطرقط لا لا يلا كونوا شويه المرح. شوف المرح مهم بزاف، راه تقدري تعبري على مشاعرك بالمرح بالضحك، دخلي هذيك شي حويجات اللي كتبغي وانت ضاحكه وانت فرحانه وانت كتعاودي النكته، الا لا صبري وديري خطه عباد الله، تعلموا ديروا الخطط، ما تستعجلوش النتائج. خطه اليوم غادي نضحك معاه ما نقول له حتى شي حاجه، غدا عاوتاني غنعاود النكت ما نقول حتى حاجه، بعد غدا نعاود له شي قصه مزيانه نختارها نقلب عليها في الانترنت ما نعرف شنو، نهار رابع غادي نقول شي حاجه بغيتها تكون. ما تقوليش اللي ضرك، شوف مع الزوج ما تقوليش وعلاش درتي لي هكا، علاش ما قلتيش ليا صباح الخير، علاش مشيتي وتنسيتيني وصيتك تقدي وما جبتي ليش كذا وكذا، علاش ما جبتي ليش مثلا هادي، علاش كادو في عيد ميلادي، علاش علاش. لا قول له اشنو كتبغي، انا بغيت حبيبي هاد المساله وهادي، بغيتك تجيب لي كذا وكذا. الرجل لا يفهم ما بين السطور، الرجل يفهم ما هو صريح، صراحه بلباقه بجماليه بمحاده الجسد بملامسه بقبله بعناق بحب بعطاء. اذا ذكري الايجابيات ديالو، ذكري المسائل اللي فيه مزيانه، وانا ذاك ان شاء الله الامر يكون طيب. تعلموا الثلاثي اللي قلت لكم النجاح هو هو المرح، ضروري ما تخلقوا مرح، وغتشوفي ديك الساعه ان شاء الله
غادي يكون واحد نوع الانجذاب. الله يوفقك للا. للا في دوام من مراكش. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا لك في دوام. صباح النور والانوار. صباح النور. الله يبارك فيك. راكي عزيزي عندنا دكتوره. ربي يخليك. وانا شخصيا دايره قدوه في الحياه. الله اكبر. الله يكبر بك اختي. الله يجازك خير جزاء. مرحبا. الله يجازك بخير. كنستفد منك بزاف بزاف. الله يكرمك. الله يسر. انا عندي واحد المشكله بغيت واخا مرتبكه شويه. غير شويه عليك الله في دوام مع الاخت ديالك. مرحبا. لا عندي واحد المشكل. واحد هو ماشي مشكل وين بغيتي نستشرك. هو موضوع تاع اخت ديالي ماشي شي انا. هي بحكم خدامه ما تقدرش تهضر معاك. هو طلبات قالت لي نستشر دكتور. اي مرحبا. هي عندها 33 عام. 33؟ لا 39. 39 كنت مزوجة بواحد السيد يعني قعدت معاه 5 سنين هكاك يعني حياتهم يعني. واحد السيد يعني قاسي بزاف صفت معاه زعما انواع العدد. لا اله الا الله. مي صبرت معاه ولات غضبات وجات للدار وتيجي تلور غاب وتعاود ترجع وعاود نفس المشاكل وتعاود يعني التعيات. والسيد صراحة هو عنده واحد هو كان متيولدش وما قالهاش لها في الاول. وتم بعد ومن بعد المشاكل عاد ولات فاش مشى يحاول يعني يحيد ولاد داروا التحاليل عاد اكتشفت انه ما تيولدش هكذا. هو مع ذلك صبرت معاه ومشاكل واعتقد فيه كانت تعاطى المخدرات يعني كان عايشه معاه واحد الحياه صعبه بزاف. وفي الاخير حكمني في الاخير ما توفقوش وطلقوا وهي جات للدار وان شاء الله يعاونوا. المهم دابا واحد السيد تقدم لها وجعنا للدار وقعد مع الاخوان ومع الاخوان ديالي زعما هو يطلبها. واني المشكل هذا الزوج هذا اللي تقدم له عنده مزوج وعنده الولاد ووليداته كبار شويه يعني ماشي صغار. والمشكله هو ساكن في مدينه بعيده في العيون وجا لهنايا وما وبيوج ومخاصم مع مراته وما قالهاش لا يعني بيدير الزواج مخبي. وهي حارت انا صراحه تنقول لها ما تزعميش يعني الزواج باين ليا مني مخبي هو ما الله اعلم. وداك الشيء اللي قالت لك تستشرك دكتوره وهي طالبه زعما هي تفوز بشي وليده كتبوا لها الله ولا بنيه عرفتي 39 سنه المراه لا اله الا الله. مال 39 سنه؟ مال 39 سنه؟ يعني هي عندها 39 سنه هي كبيره شويه يعني عرفتي المراه السن ما كبيره شويه. ما كبيره شي نتفقوا بعدا على هذه هي الاولى عاد نكملوا 39 عرفتي المراه يعني من لا غير كبيره تمشي لها 45 43. لا لا ماشي بالضروره ماشي بالضروره. كاين اللي كتجيها السن الياس في 28 سنه وكاين اللي في 38 وكاين اللي في 48 وكاين اللي ممكن تبقى لها 58. لا لا شوف الامر ماشي هكذا ماشي هذا هو ماشي هنا مربط الفرس. الاخت ديالك خصها تعرف شنو بغات خصها تعرف واش كتقلب دابا هي على الاولاد ولا حياتها هي الاولى. واش هي بغات هي ما كرهاتهمش بجوج ما كرهاتهمش بجوج ولكن كاين اولويات كاين رقم واحد كاين جوج كاين ثلاثه كاين اربعه كان بداو بواحد عاد جوج. ما يمكنش يتنقزوا لثلاثه وحنا باقي ما درناش واحد. ما يمكنش شي عماره تنبنيو فيها طبقه الثالثه ولا الثانيه وحنا باقي ما درناش حتى الساس. لا لا هنا خطا والا غتعاود نفس الكره شفتي غتعاود نفس الاشكال. اولا شنو هي المميزات ديال هذا الراجل؟ وفي الغالب غتكون فيه مناقص لانه ماشي حينت راه مزوجه ولا كذا لا حينت هي دابا كتشوف واحد المنظور ديال تسريع الوتيره ديال انها خصها تنقد نفسها وخصها تزوج باش تولد. اذا هنا لما تيولي انسان تينضرب هذه النظره للزواج والحياه هو بانه راه ضاعت منه سنوات وخصو يستدركها ويستدركها باش دغيا تجي وتزوج وتولد وكذا غادي توقع في اخطاء لانها غادي تغفل العقل ديالها لما تنشغلو. شوف الدماغ لا يفكر في شيئين في يعني في وقت واحد. لما هي غتشغل تفكيرها بهذه السلبيه وهذا التخوف ما عمرها ما تاخذ القرار السليم. تحيد اولا التخوف تحيد التخوف ديال الوليدات وتحيد من بالها انها راه غيفوتها القطار ديال الوليدات لانها راه مازال صغيره والامر بيد الواحد الاحد سبحانه وتعالى.
ما جات شي لا بكبر لا بصغر بالنسبة للوليدات وراه مازال صغيرة خرات الله تعالى فتزوج وطلبت الله وزعما يسخروا لها إذا كان فيه الخير إذا كان فيه المشاكل استخارة الله تعالى أمر اللي هو مفروغ منه وما تناقشوا شيء وضروري خصو يكون حنا مسلمين تنوكلوا امرنا لله سبحانه وتعالى كنستخروا الله عز وجل في كل صغيره وفي كل كبيره كيف ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم والاستشاره كذلك هي مهمه جدا انك تستشر ذوي الاختصاص فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اذا شنو هي مقومات هذا الزوج باش تعيش معاه سعيده تصور انها تزوج تفوز كيف ما كيقولوا بعض الناس نفوز لي بوليد ولا بنيته ايوا هانتي فزتي بهم فوز بحال هذه جنه على كل حال تفوز بهم هاي فاز هاي ولدات بالمفهوم ديالهم شنو غادي دير بداك الوليد وشنو غدير مع الوليد وشنو غتعطي للوليد واش فعلا هاد الوليد عنده اسره قائمه اللي هي غادي تحضنه واللي غادي ترعاه واللي غتكون فيه الام مرتاحه والاب مرتاح ولا هي دابا الان بغات غير دير حلول ترقيعيه وكدير ردود افعال لانه كانت زواجها الاولاني ما صدقشاي وما حصلتش فيه على وليدات وما كذا اذا تيقول لك حنا المغاربه ميا تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص اولا قلت لك تحيد من بالها هذه المساله ديال انه راه غيفوت القطار ديال الوليدات وتعطي لنفسها واحد الفتره ديال الراحه من الزواج الاولاني يعني ماشي الفتره ديال الراحه المقصود بها غير الوقت وانما قيمه الوقت كيفاش هي اغتنمت داك الوقت باش تخلى من 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 الرواسب العلاقه الاخرى لانه كاين اللي كيتخلص من رواسب في شهر كاين اللي كيتخلص في اسبوع كاين اللي تخلص في عام كاين اللي كيتخلص في عامين اذا كل واحد وقدرته هي تشوف راسها واش نسات هذاك الماضي ما بقاش مأثر فيها ولا راه ضروري ما تاخذ الوقت ديالها ثالثا اولا شحال الرقم هنايا خصها تشوف بانه هذا الشخص قيسو بمقاييس شنو هي الايجابيات اللي خلاتها انها تفكر ترتبط به رابعا واش هي الاشكال عندها غير حينت هو ما خابرش الزوجه ديالو ولا حينت ما بغاتش يعني مترضه واش الزوج متزوج تزوج به ولا لا الا كان الاشكال هو غير حينت ما خابر شيء راكوني على يقين شوف هي راهي كتوهم نفسها لو انها كانت مقتنعه به مقتنعه بهذا الزواج ما تقولش علاش ما خابر شيء علاش ما هذه راه غير كتخبى هي موراها باش تعطي الفرصه لراسها ما تضيعوش ما قدرش تقول له لا وما قدرش تقول له بلاتي حتى نخمم ونفكر وما قدرش تقول لكم نتوما حتى انا راني متردده في هذا يعني بواحد الشكل اللي هو جازم في هذا الزواج ومقتنعش به فكتقول لك يمكن اذا تكون صريحه مع ذاتها ومع نفسها هذا الراجل في مدينه اخرى اذا هي واش غتنتقل معاه نفس المدينه واش غيبقى يجي عندها مره مره واش هي قابله نفسيا هذا الامر وهذا الوضع انه تشوفوا على مده انا لا اظن بانه زواج سيكون مستقيم وقائم والناس يكونوا مرتاحين الا ما كانش واحد التقارب مكاني واحد التقارب اذا تشوف هي الغيره ديالها عاود كيف دايره واش هي قابله انها تكون عندها زوجه يعني زوج ديالها يكون عنده زوجه اخرى او لا اذا انت تشوف شوف هذا الامر كيحتاج الى جلسه تحليليه لشخصيه الانسان الى معرفه نمط تفكير الشخصيه الى معرفه واش كاينه شي نوع ديال الاضطرابات عند الشخص ولا ما كايناش عنده اذا هنا على كل حال غنصحها دير واحد التقويم لهاد الشخصيه اولا تشوف شنو هي الايجابيات اللي عند هذا الشخص شنو هي السلبيات ديالو شنو السبب الخلاف ديالو مع الزوجه ديالو لا توقع في نفس الامر يقدر يكون راجل هو ما تيعرفش يعطي تيبغي غير ياخذ ايوا توقع في نفس المشكل حيت هو عنده وليدات وهي بغات ولد لا 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 الله يرضي عليكم تريت يعني بشكل كبير وتعرف الحقائق وتعطي فرصه ونقول لكم دائما الخطبه لا تقل عن 6 أشهر يعني باش يلاه يلاه كنقوموا واحد الدراسه اللي هي فاعله في الحياه الزوجيه مع احترام الحدود طبيعه الحال الشرعيه اللي موضوعه باش تنقولوا 6 أشهر ماشي غير تفليه اولا غير مساله ديال كسب وقت وواحد التقارب جسدي واحد لا 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 يعني مسائل اللي كنت شرحتها بتفصيل مقصود بها بانه تكون واحد الدراسه على مستوى الفكري العقدي التعاملي السلوكي العاطفي حتى هو واش ديك الارتياح حاصل ولا ماشي حاصل واش ديك التفاعل حاصل ولا بهذا الشكل لا ان شاء الله تعالى ما عرفتي منا الغدا شوف لله الا ما قدرش ليها الله هذا الزواج يقدر ليها سبحانه وتعالى زوج اخر فعمر الانسان ما يأس شوف وتستعملوا واحد الطاقه ديال الجذب طاقه الجذب هي مستنبطه اولا من الدعاء يعني لما كندعيو كنكونوا يقين عندنا بان الله تعالى سيستجيب لنا كيقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه موقنون
قول هذيك الحاجة بإذن الله غتجيني. هذا الراجل أنا كنتمناه كيف كذا وكذا وكذا وفي كذا وكذا وكذا، أو لهاد الزوجة بغيتها أنا كذا وكذا، غادي تجي بإذن الواحد، غتجي يقينا. كتصور الصورة ديالو، كتشوف المواصفات ديالو، كتجسدها قدامك، كتحس بها، كتستشعرها، تعرف راسك أنت بعدا شنو بغيتي. راه كاين اللي كيدخل في الزواج وما عارفش هو أصلا شنو باغي، ما عارفش راسو شنو باغي، فما يمكنش ينجح في اختياره. صعيب انك تنجح في الاختيار وانت ما عارفش شنو هي الامور اللي هي اولويه عندك. واش هي العاطفه؟ واش هي الاولاد؟ واش هي الاستقرار؟ واش هي اشنو شنو يعني؟ عرف عرف انت بنفسك مع نفسك، عرف بنفسك مع نفسك. انا جلس مع راسك، شوفوا تعلموا ان يكون عندكم جلسات ديال المصارحه مع الذات، ديال اكتشاف الذات. عرف راسك شنو كتبغي، شنو كتميل، والاولويات ديالك عاده باش تقدر تختار الاخر. اذا تحاول ما امكن، قلت لك يعني طاقه الجد من خلال الدعاء ديال الله عز وجل. والله تعالى كيقول افما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. والله سبحانه وتعالى يعني تيقول لنا ادعوني استجب لكم، ادعوني مباشره، ماشي فقل استجب، استجب لكم مباشره. الدعاء سياتي يعني بما تتمنين ان شاء الله ذاك الزوج الصالح. ربنا هب لنا ازواجنا وذريتنا قره اعين، قره اعين. الله تعالى بغانا ندعو بهالدعاء باش يكون الزوج والزوجه هي ديك القره العين، قره اعين، وجعلنا للمتقين اماما. يعني ربي هب لي من الصالحين، الادعيه ديال الانبياء كلهم، ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. اذا كتدعي بالدعاء ديال الله تعالى يرزق الابناء، والله تعالى غير رزقها ان شاء الله تعالى الابناء، ما تخوف شيء من هذا الامر. الله تعالى رزق زكريا بعد يعني على كبر الابناء، ورزق ابراهيم وهو عنده 90 سنه، ورزق زوجته هي كانت امراه عجوز. فالله تعالى يقول الشيء يكون فيكون. عمركم ما تحبطوا المراه مجرد ما كدير لها ماش وتيقول لها يعني الطبيب عندك المخزون ديال البويضات ضعيف، اولا عندك الهرمونات كذا، تتفقد الامل وكتدخل في حاله اكتئاب والرجل حتى هو لا. شوف، افما يحيي العظام وهي رميم، أفمن يحيي العظام وهي رميم. الله تعالى قادر على أنه يجدد الخلايا الجسم ديالنا، والله تعالى قادر على أنه يحيي البويضات، والله تعالى قادر على أنه يحيي الحيوانات المنوية. فإذا خليوا يقينكم في الله تعالى حاضر وبقوة، وهذا بطبيعة الحال تجلب لنا الكثير من الخير. ثم بطبيعة الحال تكون هي عندها ثقة في نفسها، تكون عندها نظرة إيجابية لذاتها. شنو الإيجابيات اللي كتتميز بها باش تقدر تجلب لها؟ وهذه نصيحة يعني لجميع الفتيات، باش كتجلب لها ذاك النوع اللي كتمناه من الزوج، أولا ذاك النوع اللي كيتمناه كذلك الشاب من زوجة المستقبل. ونسأل الله تعالى لك الخير والتوفيق. للا للا نعيمة من طنجة. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا للا نعيمة، أهلا وسهلا. لا الحمد لله. شكرك، لاباس عليك. كنشكرك بزاف على هذا البرنامج هذا. الله يبارك فيك لاله نعيمه، شكرا لك. كنحبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه وانا احبكم. ربي يخليك لاله نعيمه، انتم عزاز عندي بزاف. ونشكر عليك بزاف. ربي يخليك، الله يجعل محبه دائما ان شاء الله. امين يا رب. انا من عاود على المشكل ديالي مع الراجل ديالي. اييه. صحيح. شويه غير شويه عليك. شحال عندك من عام نعيمه؟ 25. ايوا، شحال هادي بزوجتي؟ هادي شي 7 سنين دابا. ولدتي ولا مازال؟ عندي وليد. شحال عنده؟ عنده 5 سنين. ايه. دابا المشكل بيناتنا كي نتناقشوا كيقطع لي الكلام. عارف شنو غادي خصني ندير معاه؟ شحال تيقطع لي؟ مرة يقطع الكلام، مرة ما يقطع الكلام. شحال المده اللي نعيمه باش يقطع الكلام؟ دابا شهر هذا وقطع الكلام. الله. وانتي لما كتكلمي معاه تيتكلم ولا لا؟ كتمشي عنده تهضري؟ تيبغيش يهضر. واخا. كيفاش هذا النقاش؟ شنو هذا النقاش كيفاش داير؟ شنو دار فيه؟ شنو الحوار؟ شنو الخطاب؟ يعني الكلام اللي تناقشتوا فيه كان فيه شي حويجات جارحه اولا كيفاش؟ كان فيه جارحه. يعني انت جرحتيه بشي كلام؟ لا انا ما جرحتش بشي كلمه، غير قلت له راه جايين عندي جارتي وغادي واحد المراه صاحبتي. ايوا يخرجوا اللعاب كاين حنا الدار. قلت له ما تخرجيش، هو دائما تيقول ما تخرجيش. واخا قال لا مشيت تخرج. ايوا يعني ملي جيت صافي هو ملي بدا كيعاود للولد راني خرجنا مشينا هكا مشينا هكا لعبنا. وكانوا قالك على تخرجي، عيط الاخ ديالي وعاودو. صافي من تما قطع له الكلام، مبقاش يهضر.
اذا هذا هو السبب. واش هذا السبب تكرر ولا اول مره؟ هذا ماشي اول مره. انا ما اول مره غادي نخرج بلا خايب ولا تنخرج اول مره. هو تيمنعك من الخروج؟ هو كيمنعني من الخروج. يعني تيقول لك خصنا نخرج انا وياك ولا كيفاش؟ اه نخرج واخا اللعابه تخرجنا غير حدا الدار. يعني زمان ما بعدين فينا انا. انت قبلتي هذا الامر في الاول نعيمه؟ يعني في الاول؟ لا ما قبلتش، في الاول ما قبلتش. وكيفاش كنتي كتعاملي معاه؟ صافي مرة تناخذ بخاطر ومرة مرة كتخرجي وصافي. لما تقول لك ما تخرجيش مثلا لا نعيمه شنو كتقولي له انت؟ والله راني نخرج. شي ما كيبغيش بحال ما كتسوليش على الاسباب علاش ما نخرجش علاش ما نمشيش نقضي هذا الامر علاش هذا ولا كيفاش؟ كتحاولي تفهمي ولا ما كتفهميش؟ غير مجرد تيقول لك لا نخرج تقول له لا خصني نخرج. علاش وكيفاش وعلاش وشنو الاسباب وشنو التخوف ديالو شنو الاشكال اللي عنده؟ واش هو شديد الغيره؟ واش هو حيت انت كتلبسي شي لباس معين؟ واش مثلا هو تيبغي يحس براسو بانه راه هو اللي متحكم؟ واش كاين اسباب كثيره يبغي يحس براسو متحكم؟ والسبب اللي عنده هو ماشي غيره بحال كيشك ولا مناط. يعني ماشي غيره فايت الغيره ليه. يعني درجه شديد الغيره يقول لك يجيو لعندك وانت ما تمشيش عندهم. شحال عنده من عام لنعيمه؟ عنده 30 عام. مستواكم الدراسي قريب؟ متقارب؟ لا بحال 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 بحال. كيفاش تعرفتي عليه نعيمه؟ هو من العائله وكنت كنعرفو ملي كنت صغيره. يعني ما كنتش كنعرف زعما غادي نكونوا هكا غنجوج واحد النهار هي كنعرفو كيجي عندنا وصافي. ما سبقلكش انت تخطبتي اولا شي حاجه؟ سبق لي كنت مخطوبه. هو كانت عنده علاقه قبل خطبه زعما علاقه سواء خطبه ولا غيرها؟ غير خطبه كانت عنده، ما خطبه ما كان. كانت عنده علاقات بزاف شويه يعني ما كيعاود. وديك العلاقات شنو السبب ديال انه كان ما كملش فيها مثلا؟ شي علاقه علاش سولتك؟ بغيت نعرف شي علاقه اللي مثلا تقدر تكون فيها شي نوع من الخيانه او لا شي حاجه اللي اثرت فيه اللي خلات عنده هذا المبدا الشك يكون قائم. ماما ما عاودش كان بغى وحده وبغى يخطبها ما بغاش له هلو صافي هكذا. لا ماما ما قال لي خيانه. هذه هي النقطه اللي بغيت نجي نسولك عليها دابا. علاقته مع دارهم كيف دايرين؟ واش هما متحكمين شي شويه صعاب شويه؟ كيدخلوا فيه. اذا دابا هو لالا كيبغي يقوم بديك الدور اللي افتقدوا هو في دارهم، يعني في الغالب ديال انه يكون عنده راي ويكون عنده احترام ويكون عنده تقدير، فهو يا كيبغي يثبت الان بانه راه عنده قيمه وعنده احترام من خلالك انت. دابا راه تيمضي فيك واخا هو ما كيحترمنيش، تيمضي فيك نيابه. انا كنحترمو، كيحس بذاته فيك. كنحترمو واخا هو ما كيحترمنيش، يعني هو بشي الفاظ الا بقى تعصب اي حاجه يبدا يعيرني يجبد لي عائلتي كلها. لا اله الا الله. يبدا يقول لي الا ما عجبكش الحال دار كتحل فيها بحال هكا. لا اله الا الله. هي دابا ملي قطع لي لا قال لي الا ما عجبكش الحال راه كتعرفي. هو عصبي كيتوتر؟ هو عصبي بزاف بزاف. وانت عرفتيه بحال هكذا يعني من عائلتك عرفتيه بحال هكذا؟ وكيفاش حتى قبلتي انك تزوجي به وانت عارفه عصبي وما كيحترمش؟ لا في الاول ما كانش كيبين العصب ديالو وكان محترم. يعني في الاول اي واحد دابا من العائله الاولى اللي كنقول لهم راه هكا كيديروا هكا ما كيتيقونيش. ويمكنش يديرها واخا. لا نعيمه شنو ملي كتهضري معاه مناش كيتشكى هو مثلا؟ شنو الحويجات عمرك دخلتي الاعماق قلبو تقول له هضر لي على نفسك وعلى نعيمه؟ هضر لي على نعيمه شنو تيعجبك فيها بمصراحه وشنو اللي ما تيعجبكش في نعيمه؟ بحال هكذا يعني بكل حياديه. مزيان نديروا الازواج في هذا الامر، نديروا واحد اللحظه المصارحه. شنو الحويجات اللي كتعجبك فيا شكلا ومضمونا؟ شنو الحويجات اللي ما كتعجبكش اولا الا ما قدرش يقولوها بهكذا مصارحه؟ شنو كيتمناو مثلا؟ مرا غليظه سمينه، هو باغي واحد الشكل معين، بغاها تهتم بحالتها، بغاها تكون القوام ديالها مقبول، هي ما مهتماش، ما قادرش يقول ليها، ما تيعجبوش الحال، تيولي مشاعره مضغوطه، كيولي ما مايلش ليها، تتولي كتبان له ناقصه، كيولي كيقلل من احترامها، وهكذا واحد الصيروره كتبقى غاده.
علاش ما نحاولوش تكون واحد النوع ديال المصارحه جميله ما فيها عيب. زادتك شي شويه بالكيلويات الاخر ما تتعجبوش يقولها، شي تصرف معين يقولو، شي حاجه في الشكل ماشي هي ديك، ما بقيتيش بنتي ليا كتهتمني ولا كتهتم بشكلك، تتعاونوا بعضياتكم، شنو السبب؟ مالك شفتك ياك مقلقه، شفتك ما بقيتيش ديتيها في راسك، شنو درت ليك؟ شنو شي حاجه مقلقاك مني مثلا بواحد الاسلوب لبق؟ ياك ما عندك شي مشاكل راجلي في الخدمه شفتك ما هاديش مثلا. اذا كتحاول ما امكن انه تدخل في الاعماق الاخر وتشوف شنو الحويجات اللي تتعجبو وشنو الحويجات اللي ما كتعجبوش. راه مهم جدا لالا ديري مع هاد الجلسه، ما تبقايش، لانه انا نقول لكم للاسف كاين اللي تربع على انه ينتقد ولا يفهم، عيت ينتقد ولكن باش انه يفهم وباش انه يعبر كذلك على الحاجيات ديالو ما تعلمهاش، ما تعلمناش تاكيد، تعلمنا اما السلبيه كنبقاو ساكتين حتى كنطرطقوا، ولا كنعبروا بواحد العدوانيه، انت درتي انت فعلتي انت زرقتي انت ما مزيانش انت هادي انت، اما باش نطلبوا شنو بغينا بكل ادب وكل احترام، هادي ما يعني القليل اللي مربي على هذا الامر، اولا اللي ربى نفسه. ما تنتكلمش دائما على التربيه صافي راه ما تربيناش على شي حاجه ما نكتسبوهاش، لا، كثير من الامور اللي الانسان خصو يكتسبها، لانه هذا هو المفهوم اللي عندنا حنا في ديننا ولله الحمد، ان الانسان تيزكي نفسه، لما تيزكي نفسه كيشوف شنو هي العيوب ديالها كيصححها، كيشوف شنو خصو فين خصو يوصل، كيوضع واحد الاهداف ديالو على مستوى تربيه النفس ديالو ذاته وتيحققها، تيحاول يمشي ليها بشويه بشويه. اما الانسان ما درش اي اهداف على مستوى تزكيه نفسه، على مستوى ثقافته، علمه، جسمه، مجموعه الامور ما دارها شيء، فطبيعي ما غاديش يوصل حتى شي بلاصه، يبقى واقف في بلاصته وغيلقى راسو واحد الوقت وصل ما بقاش راضي على نفسه، ما راضيش على حياته، ما راضي على حتى شي حاجه، لانه ديك الصيروره ديال التقدم ما عندوش، لانه الانسان اذا لم يكن يتقدم فهو في تاخر. ما زدتيش معلومات كتلقى راسك واحد الوقت وصلتي الناس سبقوك مجموعه المعلومات وانت ما عندك شيء. ما زدتيش القدام في مسائل روحانيه، فالايمان الا ما زدتيش بيه القدام راه تيبقى تينقص، راه ما تيبقاش واقف، راه كينقص. اذا وهكذا حاولي لالا، اذا فتحي حوار وقول لراجلك اولا قبل ما تقول له ما تتعجبنيش لما كتصوت عليا اولا لما كتعصب عليا اولا لما كذا، وهذا من حقك تقوليه، غير هو مرحله ثانيه. قول له مثلا شنو هي الحويجات اللي بغيتيني ندير؟ الا لا انت ما كتسمعيش كلامي؟ الا لا واخا قول لي شنو بغيتيني ندير؟ انا بغيتك ما تخرجيش الا باذني. واخا طيب ما نخرجش الا باذنك، ولكن الا قلت لك بانه بغيت نخرج نقضي هذا الغرض، من مثلا بغيت انا تخنقت في الدار بغيت نخرج نتمشى شويه والدوره الدمويه ديالي تحرك، وهذا ما غتبغيش ليا حبيبي العزيز، ما غاديش تبغي ليا حويجات اللي هي صحتي مزيانه، اذا واش ما كتبغينيش؟ اذا خلي له مثلا هذا الجانب، اذا كتخليه هو يعبر تيقول وكتمشي معاه الى العمق. واخا هذه الفكره، علاش هذه الفكره؟ هذه الفكره كيفاش هذه الفكره؟ وكتجرك الفكره اخرى بدون توتر بدون عصبيه. حاولوا شفتوا راسكم حتى توترتوا وتعصبتوا كتغلقوا الحوار ديك الساعات وكتعاودوا تستأنفوه من بعد. واخا وقفنا عند الحوار دابا هنا، من بعد نكملوه، نكونوا شويه راقيين في تفكيرنا وفي تعاملنا. اذا هنا بهذه الطريقه هذه بطبيعه الحال كتحاولي ما امكن تعرفي شنو عنده، خليه هو يعبر على ذاته، خليه يقول له انا من ما خرجت ماشي ما احترمتك شيء، غير اقول له كنت انا محتاجه نمشي مثلا نفوج باش انت لما تجيني في العشيه نجي تلقاني وانا مرتاحه وفرحانه بك وفرحانه بولدي وناشطه. فهميه لالا، فهميه، الله يرضي عليكم. كاين شي ازواج ما فاهمين شيء بانه راه رجولته لا تتوقف على التحكم في المراه بشكل اللي هو فيه سلبيه، اللي ما كيعرف شيء بانه راه كاين واحد الحاجيات اللي هي مختلفه عند الانسان، والناس تكلمنا عليها مرارا، الاركان السبع، الروحانيات، الجانب الشخصي، الجانب العملي، المهني، المالي، العائلي، المجتمعي، اللي خصو يشبعها عنده باش ممكن الكيان ديالو يبقى متوازن، نفسيته متوازنه، العطاء للاخرين يبقى متوازن. ثم الا كان واحد النوع ديال الاضطرابات ولا عصبيه مفرطه، راه كاين العلاج، كاين العلاج. اذا هنا ذكرت يعني مجموعه النقاط اللي كل نقطة إلى بغيت نتكلم فيها خصني ليها حلقة كاملة. على كل حال حاولي لالا بهذه المحاولة ديال المصارحة من طرفه، أنا ذاك غادي تلقاي إن شاء الله تعالى. ثم إذا المصارحة والنقطة الثانية اللي قلت لك هي ديال تأكيد الذات، قول له أنايا راه ملي تنبقى معاك لما كتقول لي هذا الكلام راه ماشي حيت أنا ضعف مني ولا ما قدرش نمشي لدارنا أو لا ما قدرش، لا، لأنه أنا تنبغيك
وانا تنحترمك وانا كنعزك وانا بغيت نستمر معاك وانا عمرني ما غنتخلى عليك وانا كنبغيك وكنحماق عليك. اذا كتبقاي تعبري له على هاد الامور غيخلق عنده واحد النوع ديال الاطمئنان وغيقول بانه علاش كنشك فانا في هاد المراه، هاد المراه نشك فيها وهي كتبغيني كتحماق عليا ما بغاش حتى تمشي لدارهم واخا تنقول لها سيري لداركم. ولكن في نفس الوقت علمي انه يقول كلمات زوينين، انا بغيتك تقول لي كذا، بغيتك تقول لي كتبغيني، بغيتك تقول لي هذا، فكيولي وقت ما قالها انت كتفرحي وكتنشطي وكتزيدي في المكافاه، وقت ما قال شي حاجه كتشجعيه، كل ما قال شي حاجه اللي هي سيئه كتقول له في واحد الوقت اخر راه هذيك الحاجه ضرتني وانا راه. اذا تعبير وتاكيد ذات من خلال امور اللي هي مفيده وايجابيه. مرحبا معنا لالا في دوام الدار البيضاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا يا دكتوره لالا. الله يبارك فيك لالا في دوام، بارك الله فيك. كدايره مزيان؟ ربي يخليك، ربي يخليك على خطك. الحمد لله حنا مع هذا البرد هذا وشويه ديال نزلت البرد الحمد لله. الحمد لله على كل حال. انا بغيت نعاود لك القصه ديالي. اييه مرحبا. انا يلا تزوجت هادي عام وخمس شهور. اييه وصراحه انا ما كنت كنعرفو، ما تعرفنا غير باغ تيليفون. ايوا صافي هضرنا انا وياه، جا دارنا خطبني، ما دوزناش واحد الموده، درنا لاكت العرس كلشي يعني ما دوزناش موده بزاف باش نتعرفوا. هو حاليا في الاول قال لي غتكون مع دارنا عام ولا عام ونص ولا عامين كاع، حيت هو الولد الوحيد اللي عند امه. انا ماشي مشكل واخا نكون معاه، كنت مع الوالده ديالو في الاول كانت كتعامل معايا مزيان بخير، بنتي يعني نخرجوا انا وياها، نجلسوا انا وياها، نجمعوا انا وياها، فهمتي واحد التعامل ما نقولكش كي داير. ايه مزيان. هو في الاول ما كانش كيتعامل معايا زوين، هو في الاول كان كيخرج كيجلس مع صحابو بزاف، كيتعطل الويكاند ما كيجلسش معايا، في مراتي ما كنشوفوش نهار كامل، كيجي غير يتغدى ويخرج. الله اكبر. ما كنشوفوش الصور، كنجلس غير مع المو هكا، كنخرجوا انا وياها للشطا ولا البحر ولا هادي. شنقول لك 4 شهور وانا بحال كنتحاربوا انا وياه، كيجي كنقول لاولد الناس راه هذه المعامله ماشي المعامله اللي كتعامل معايا، انا باقا صغيره من خروج خصني نجلس معاك خلاص نفهموا يعني شويه يلاه تزوجنا. كيقول لي او شنو بغيتيني ندير لك؟ كنقول كيفاش شنو بغيتي ندير لك؟ يعني خصك تتعامل معايا، انا راه ماشي جبتيني تحطني في الدار وصافي، انا راه جبتيني خصك تتعامل معايا. المهم دوز انا قلت لك انا وياه بحال هكا 4 شهور وانا وياه الحرب. الذكر مور 4 شهور عاد بدا كيتأقلم انه تزوج. ايوه عاد ولا كيجلس معايا ولا كيخرجني، ولينا كنسافروا كنمشيو لدارنا فهمتي، ولا كيتعامل معايا كتزوج. يلا دخل راسو راه تزوج. هو فاش دوزنا ذاك المده كنقول له علاش كنتي كدير معايا هكا؟ كيقول لي انا راه كنت كنفراسي انني مزوج. كتوقع كيمشي للقهوه، كيمشي للقهوه ب 20 ساعه ولا ب 20 ساعه في القهوه، كيجي غير يتغدى وكيبقى بحوايجه وكيخرج. حيت هو ما عندوش هو حاضر قبل، هذا هو الاسف اللي كيكون. ايه امه كانت كدور فيه، لا ولدي ما خصك دير ليها بحال هكا، خصك البنت الناس باقا صغيره، انا تزوجت عندي 23 عام. خصك دير ليها تتعامل معاها، خصك تخرجها، يعني انا كنبقى نقول الله الحمد لله عطاني ربي عقوزه زوينه ظريفه كتعامل معايا. ايوا فاش هو ولا كيتعامل معايا زين ولا كيخرجني هي تقلبات عليا. بحال هزيتي سيده وحطيتي سيده، ولات كتنقرع عليا، كتدخل الكوزينه لا شات شي، فهمتي كتهضر على ابسط حاجه. ولاو كيجيو دارنا ما كتبغيهمش، ما كتعاملش معاهم، ما كتجلسش معاهم، فهمتي يعني شي حوايج كدير وانا كنبدا نتعصب. هي هذيك ما بقاش عاجباني هاد العيشة، قلت له ولد الناس دابا راه دوزنا عام وخمس شهور، يعني خصنا نخرجوا ونديروا دارنا. يعني خصنا نبداو نقلبوا. ايوا دابا حاليا كنقلب انا، كنلقى مثلا في افيتو ديور ولا هادي، كنقول انا لقيت اشهار لا تكسر لا في الدواء بلا ذكر الاسماء. مرحبا ما علينا. كنقول له انا لقيت وهادي وهادي، كيبقى يقول لي لا وبلاتي ومالك مزروبه وهادي، كنقول له انا دابا حاليا ما عايشاش مرتاحه وانا دابا حامله عندي خمس شهور. يعني انا دابا حاليا ما عايشاش مرتاحه مع امه. ايوا شحال هادي باش وقعت الامور لاله في الدواء؟ شحال هادي باش تغيرت المعامله ديال الام ديالو معاك؟
ما عرفتش علاش تبدلات معايا. لا شحال هادي المدة؟ المدة لالا فدوى شحال؟ المدة اللي تبدلات معايا دابا راه كنقول لك تقريبا عام. عام. ملي كنت حاملة كانت كتخبع عليا الحوايج، كانت أنا كنتوحم وكتخبع عليا الحوايج، أنا كنتوحم وكتسافر وتخليني بوحدي في الدار، يعني أش كدير معايا واحد المعاملة كتبدا تغوت عليا، لا كتخسري الضو بزاف، لا كتخسري الماء بزاف، كتطول كتحسب لي شحال كنخسر من الماء ديال الطولة، يعني شي معاملة أنا ما مش نقول لك أنا لا إله إلا محمد رسول الله. عليه السلام. لا إله. واخا دابا حاليا فاش كنقولوا نخرجوا يعني نقلب لي على الدار نخرجوا نديروا دارنا كيبدا يتهرب. قلت له انت نهار الاول فاش تزوجتي بيا عطيتيني عام ونص عامين، دابا راه قريبين نكملوا عامين ديال الزواج، يعني فين هو الوعد اللي عطيتيني؟ دابا الام ديالها انا حاليا ما عرفتش شنو الحل اللي ندير معاه. واخا لفت الام ديالها ديالو بوحديتها يعني ما كاينش خوتو ما كاينش خوتو اخرين، يا قلتي هو الابن الوحيد؟ لا هو الابن الوحيد اللي عنده هكذاك. اللفدو اللفدو ما نقدوش نربطو شي شويه، واخا انت الحمل ديالك يلا قلتي دابا عندك 5 شهور ياك. ما نربطوش شويه الامر بالحمل ونربطو شي شويه بالغيره ديالها حتى هي ممكن. راه مع اللي سمعتني حامله عرفتي شنو داير؟ يعني كتقول شي هضر ما كايناش، يقدروا يخرجوا لكم دراري معوقين، يقدروا يخرجوا لكم دراري حمقين، كنقول الله يسر. انا الحمد لله اولادي يخرجوا بخير وعلى خير. كيفاش علاش يخرجوا حمقين؟ ما عرفتش. هو مشى عطى الدم، راجلي مشى عطى الدم. أيوة. وجا كيقول لي انا راه مشيت عطيت الدم. قلت له مزيان. قالت له ياك ما مشيتي عطيتي الدم باش تعرف الفصيلات الدم ديالك تبا يخرجوا ولادك معوقين ولا حمقين. ما لا انا الله يسر. خايفه عليكم. معليش الا فدوى. شوفي الا فدوى الله يرضي عليك، انا عرفتك انت حامله الله يحسن عونك، وكل شيء كيتبدل وكيتغير، وعاد انت كتحسي براسك ما مرتاحاش مع السيده وهذا. غير هو راعي بانه هذه غير ظرفيه، غير ظرفيه، ما تضغطيش على نفسك اكثر. حاولي نعم تقلبي، بغيتي تقلبي على دار اخرى قلبي، ولكن انا بغيتك تتاقلمي مع الجو، حاولي تتاقلمي. دكتوره ممكن الله يخليك تعطيني النمره ديالك، بغيت نهضر معك شخصيا. واخا واخا منين نساليو ان شاء الله المكالمه نرجعك عند الله وفاء تعطيك الرقم. واخا قلت لك حاولي تفهمي. دابا هي في البدايه خصوصا الا كان ولدها ما كيتعاملش معها، ما رجعش كيتعامل معها مزيان، كتحس هي بالغيره. انا بغيت ولدها خليه ليها واحد شي شويه، خليه يتعامل معها، يجلس معها واحد شويه، يضحك معها، يتفاعل معها، راه حين تخصص هو الابن الوحيد راه الله يحسن العون لا فدوى. انا بغيت غير من مبدا الشفقه والرحمه خديها، اعتبريها بحال الام ديالك الله يعطيك الستر. خدي ليها، شوفي اعتبري ليها ديك، شفعي ليها بديك الايامات الاولانيه اللي احتضناتك، ديك الايام الاولانيه. تصوري لا فدوى لو كان مثلا هو ما كانش مهتم بك وحتى هي كانت تتسيء لك من الاول، كيفاش انتي غتكوني؟ ما كنتيش غتستمري اصلا في هذا الزواج كنظن. اذا غير شفعي، فهمتي؟ الله يرضي عليك. لا فدوى راه عندها واحد ايجابيه عليك، عندها واحد الخير دارته معك. اذا ولا تنسوا الفضل بينكم، حاولي تذكري لهذيك الايامات اللي راها كانت مزيانه معاك وكانت. ولكن انا نقول لك دكتوره سمعي لي قطعتك، هو ولده راه ماشي حالي، هو ما كانش عايش مع امه. هي كانت عايشه على برا، كانت عايشه في امريكان. وهو كان في المغرب، يعني كان مربي مع جداته، يعني هو ما بيناتهمش واحد ايوا الحنان هكذاك. ايوا راه اون غيزون دو بلوس. شوف لالا فدوى راه حينت ما كانتش محرومه، كانت محرومه منه، كان هو محروم منه. دابا مسكينه بغات حتى هي شويه ديال، خليه معاها الله يعطيك السر. دابا هي كتغير، بمعنى كتغير. علاش كتغير؟ ماشي حيت ما بغاتلكش انت الخير، بدل انها في الاول كانت تنصحو كتقول له كدير ودير، هي بغات غير واحد شويه الاهتمام منه. مره تصاحبي انت شي شويه وقول له سير جلس حدا ماماك، قول لها كلمات زوينين، عنقها واش كيدير هو هادشي ولا ما تيديروش، ما كيديرش كنظن هاد الامور هادي. ياك ياك لالا فدوى ما تيديرهاش. ايوا لا ايوا خطأ معاها فاش كتكون، وكنقولها له انا لا خطأ كيعيطش ليها، كنقول لها شوف ماماك، كيقول لي حنا مولفين، لا كنقول له لا لا
لا لا الله يرضي عليك الفدوه وغتكوني ان شاء الله ماجوره. ربي غيبارك لك في صحيحتك وغيبارك لك في الحمل ديالك وغيبارك لك ان شاء الله في علاقتك الزوجيه. غير نسي نصحيه نصحيه اما بينك وبينه او لا كانت هي كتبغي تعرف بانه راه انت كتنصحيه ما فيها بس مره مره نقول له واخا شي غميزه ودير هاد القضيه وتشوفك مثلا هذه لما كانت شيء من ديك النوع اللي ما كتبغيش تحس بان زوجه الابن هي اللي كتامر ولدها باش راجلها اللي هو ولد يعني الحمات باش يدير شي حويجات. على كل حال خلي بينك وبينه قول له اهتم بماماك اتصل ماماك عنق ماماك بوس ماماك راه ام راه ام محتاجه كيف ما هي عطات خاصها تاخذ. راه اقل شيء كيحتاجه الوالدين هو هذيك القبله والعناق وديك التسوال وديك الاهتمام ويشري لها شي حويجه ويجيب لها سنتي كادويات يشري لها. وزعما عرفتي دوك صعوبه العظيم الا كنشري لها كتلوح عليا كتقول لي لا 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 هذا ماشي ما كنلبسو غير سيني كنقول لها خالتي واش نسيها ما عرفتيش جيب لك هاتي كدبر عليا الله لا لا ما كنلبسو غير سيني وكتلوح عليا ما فهمت انا لا ما فهمتي. شوف لا فتوى دابا هي يعني لما محتاجة كتعزز محتاجة هي العاطفة وكتترجمها عن طريق لي مارك وكذا وهذه سيني وهذه كلها وباش تبينك بانك انت باش تبين هي راسها راها اقوى منك وراها احسن منك وراها كذا. علاش؟ حيت عارفك انت خايده كل حاجه زوينه وهي راه ما عندها والو. فين غتبين شخصيتها وفين غتبين ذاتها وفين غادي تحس براسها انها موجوده الا من خلال انها تبين لك راه عندها قيمتها وراه كتلبس لي مارك سيني وكذا وكذا. اذا هنا خليه هو يتقرب ليها الله يعطيك الستر يعطيها الاهتمام وتنتباد ليها بالحسنى ادفع بالتي هي احسن ودعي الله تعالى. شوف انت الان حبله ويعني وحله في روحك غادي تدعي الله سبحانه وتعالى بانه يالف بين قلبك وبين قلبها. هذه اول شيء الدعاء عليك بالدعاء في جوف الليل في السجود في بين الأذان الإقامة في نزول المطر نزول الغيث الأم ديالك حتى يقول لها تدعي معاك باش ربي يألف بين قلبك وبين قلبها. هذا أول حاجة. ثانيا حاولي تجاوزي ديك الأمور قولها واخا خالتي واخا صافي نطفي الضوء سمحي لي نسيت هكذا ماشي عيب نعتذروا. لما غتشوفك انت كتعاملي معها هكذا مزيان وكتقربي لها حتى هي واخا كتسئلك وكتعنقيها وقت ما خصك تعنقيها واخا هي ما بين قوسين ما حاسه شيء ولا ما باغاش تحس حينت محتاج العطف يعطيها ولدها حتى هو الاهتمام يهتم بها يتصل بها. ماشي اللي مهم هو الفلوس دائما راه كاين اما كتلقى مثلا الوليدات يهتموا بوالديهم معنويا وتنساوهم ماديا او لا كيهتموا بهم غير ماديا وكينساوهم معنويا لا خصهم يكونوا بجوج بهم. اذا هذا الجانب هذا ما محتاجاش هي غير لي مارك محتاجة بأنه يهتم بها يتصل بها يتواصل معها يعود ديك الأيام. راه شوف الله سبحانه وتعالى لما كتوفى الأم شنو تيقول لنا تيقول لنا قد ماتت التي كنت نرزقك لأجلها فاعمل صالحا نرزقك لأجل فاعمل صالحا نرزقك لأجله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هنايا كيكون أنه الأم هي فرصة باش الله تعالى كيفتح لنا ابواب الخير وابواب الرزق. الى توفات تقول لك الله تعالى ودير الخير دير العمل الصالح باش نرزقك لاجل هذاك العمل الصالح لانه كنت كنرزقك لاجل الام ديالك فالان كنرزقك غير حيت انت كدير العمل الصالح. فاذا هذا مكسب وحتى انت شوف الدال على الخير كفاعله انت لو نصحتيه وسهلتي له قلتي له كيف ما تعاملتي معايا مزيان تعامل حتى مع امك غيزيد هو يحبك وغيزيد يبغيك لله وغادي تكوني أسستي واحد الأساس واحد البنية اللي هو مزيان وهي اللي غتعاونك إن شاء الله تعالى في بنياتك ولوليداتك اللي غادي تولدي إن شاء الله. غير شوية الصبر ديري حالة الاسترخاء ما تعتبريهاش عدوة ادفع بالتي هي أحسن دائما وتما واحد الأمر خفو شوية من ديك اللي مثلا شي ملامسة قدامها أو شي تصرفات اللي تقدر تحسسها بالغيرة خليها هي محور الاهتمام خصوصا إلا كانت امرأة متقدمة في السن ولا مازال صغيرة كيبغيو الناس المحديثهم كيكبروا هما تيبغيو الاهتمام أكثر كيبغيو اللي يهتم بهم بواحد الشكل كبير تحتاجوا كلمة زوينة تحتاجوا تقدير تحتاجوا خليها تعاود لكم على القصص ديالها على التاريخ ديالها على كيفاش عاشت مع رجلها على شنو دارت على خليها تكون محور اهتمام. فاش جلستي معاها قولي واش خالتي واختي خالتي والله الا تبارك الله عليك انت واحد المراه اللي هي ما شاء الله يعني ظريفه وقويه وحضنتيني فاش جيت عندك وتبارك الله عليك عشتي بوحدك فعلا برا ودرتي فعلتي كيفاش خالتي بغيت انا ناخذ منك هاد القوة قولي لي كيفاش أخليها هي تعاود لك وتحس براسها بمكانتها والأمور تأتي إن شاء الله تعالى بالخير مرحبا.
معنا السي سعيد من فاس. الو السلام عليكم. السلام دكتور امل. مرحبا اهلا سي سعيد، شخباركم لاباس؟ لاباس لاباس. مرحبا سيدي، مرحبا تفضل. كيفاش عرفت مني لاباس؟ والله ما عرفت مني. لا اله الا الله. كنت قاعد بوحدي مراتي مغير ما عرفت مني في حاجه احباط. شحال عندك من عام سيدي سعيد؟ 24 سنة. خدام كتقرا؟ لا ما كنخدمش. ما خدام شي. كتخدم سيدي؟ فايش؟ ما كنسمعكش مزيان سي سعيد. كنشتغل في الفلاحة. مزيان فلاحة مزيان. إيوا الحمد لله هذا العام إن شاء الله تعالى يكون مزيان بإذن الله. رحمة الله تعالى بنا كبيرة، فخصنا حنا يكونوا في المستوى ونحمد الله ونشكره على هذا الخير. الحمد لله. الله يوفقك سيدي والله يبارك لك. مرحبا. الحمد لله دكتور. قلت واحد شي ما كيبقى فيك الحال بزاف. في الحال وما كنقدرش نرد عليه لا ربيت عليه ثم ساعة نقدر نضرب نهير راسي القلب. لا شوف سي سعيد عرفتي علاش؟ عرفتي علاش؟ عرفتي علاش يوقع لك هكا؟ حيت انت ما عارفش قيمة نفسك. انت ما عارفش اي قيمة نفسك السي سعيد. هي الحالة تكون اذا تقدر تقول لي السي سعيد شنو كيعني لك راسك؟ شنو هي مميزاتك؟ شنو الحوايج زوينين فيك انت؟ مالي ما عارف. ايوا هنا فين كاين الخلل؟ راه ماشي المشكل هو ما كنعرفوش نردو، حنا ما بغيناش نردو على الاساءة اللي سبنا الله يغفر ليه. لي لا كنبغي زعما كيسامح ايه راه هي لما قلتيش اشنو قلت لك انا اللي سبنا الله يهديه الله يسامح. الا عرفتي تخاطب نفسك واحد الخطاب ايجابي اللي كتذكر فيه اولا الايجابيات ديالك، علاش قلت لك شنو اللي زوين في السيدي سعيد انت باقي ما عرفتيهش. انت لما كيسبك شي واحد وتيقول لك انت فاعل وتارك، انت سيدي كاع ما كتعرف تتعامل، انت ما كتعرف تخدم والو، انت كذا. اذا شنو كنطلعوا ديك الساعه؟ شنو كنطلعوا؟ شنو خصنا نطلعوا؟ نطلعوا نظرتنا لذاتنا. لا هو قال لي بحال هكا انا ماشي بحال هكا. كتخاطب راسك ديك الساعه ما تخاطبوش هو. الخطا اللي كيديروا الناس كيقلبوا كيفاش يردوا على انهم يجاوبوا الناس الاخرين، على كيفاش يردوا على كلامهم. ما محتاجش انا نرد انه كيفاش هذاك بغى غير يستفزني وبغى غير ينقص مني، ما غاديش انا محتاج نرد عليه او ننفعل اصلا. كنحتاج اول شيء خذوا هذه ديروا حلقه في ودنيكم، اول شيء كتحتاج انك تطلع شنو عندك انت في الخابيه، شنو عندك نتايا على نظرتك لذاتك. انا ما كنعرفش نخدم الا ملفاتي كثيره، انا تبارك الله حرثت هاد الارض وزرعتها ودرت جبت احسن زريعه وجبت يعني ونقيتها وحيدت هذاك النوار. وكاين شي نوار عندكم سميتو العفريت ياك سي سعيد؟ كاين تيخسر كاين شي نوار تينوض سميتو العفريت او شي حاجه بحال هكدا تيخسر لكم الزرع. اذا انا درت هادشي علاش هو تيجي يقول لي انت ما كتفهمش انت ما كديرش انت ما كت... لا انت هادشي درتيه وانت عارف وخصك غير يكفي تشوفه قدامك سيدي سعيد. يكفي تشوف سي سعيد بالايجابيات اللي تيعرف المهارات اللي عنده القدرات اللي عنده. ياك انت فلاح مزيان تبارك الله سي سعيد. فلحتي الارض ديالك الحمد لله هاد العام. الحمد لله. ياك الامور كاينه ان شاء الله طيبه. الحمد لله. اي والله يسر. اذا هنايا غادي تقول انا فلاح ناجح، انا فلاح تبارك الله عليا، ها هو الزرع بدا تينوض، ها هو الورد بدا تينوض، ها هو ديك الغله اللي انت زرعها بدات كتنوض. اذا انا راه الزريعه ديالي اللي حطيتها عرفت فين نحطها وعرفت كيفاش نحطها ودرت ليها يعني العلاج اللي خصني ندير ليها. وان كان حنا سناديو هنا العلاج اللي كيكون بيولوجي يكون احسن، راه كاين علاج الان غير بالثومه، الثومه كيديروها تيرشوا بها احسن من هذيك الادويه الكيميائيه اللي كتضر. حاولوا ترجعوا للطبيعه. يعني انا كنادي وكنتمنى السي سعيد تمشي في هذا الطرح هذا، راه والله العظيم الناس محتاجينه بزاف، محتاجين انه ناكلوا شي حاجه اللي هي طبيعيه باسمده طبيعيه بادويه طبيعيه. راه غير جوب. نعم سيدي سعيد. غادي نجاوبك عليها سي سعيد. غنجي حاجه من الشيء كنحس
الاحباط كنحس بالنقص كنحس براسي بديت المصالح ما كاين حاجه. علاش كتحس بالنقص السي سعيد؟ علاش؟ مع من كتقارن نفسك؟ مع من كتقارن نفسك؟ هذه المره كنقارن مع شي زوين، بعد المره بعد المره كن اصلا انا اصلا بعد ثاني الحاجه اللي بغيت نقول لك انا عايش بوحدي. فهمت؟ عايش بوحدك؟ ما عايش مع العائله؟ مع العائله ساعات الحمد لله ساعات الناس زين بعد ساعات يمكن خاص معاهم. كيفاش؟ مخاص معاهم؟ لا ماشي خاص معاهم واخا. سي سعيد انا قلت لك غادي تاخذ قاري شي شويه مزيان، يعني تقدر تكتب شي حويجات. غادي تاخذ ورقه وستيلو وتجلس مع راسك قدام داك الفضاء الزوين اللي عندك تبارك الله، واحد تحت شي شجره وشي بلايصه اللي تكون ولا اي بلاصه تكون مرتاح فيها. بغيتي حتى في الدار الامر كيرجع لك الوقت اللي تكون فيه انت مرتاح، وبغيت كانت تكتشف نفسك السي سعيد. راه ما يمكنش تكون مرتاح مع راسك الا ما اكتشفتيش نفسك. طلع جميع الايجابيات اللي فيك من نهار تولدتي حتى لدابا. انت عندك من عام السي سعيد؟ 24 ولدتي اياه. غادي تطلع ليا الامور اللي زوينه كلها. انا ظريف مثلا، انا ما كنسيء لحتى شي حد، انا كنبغي الخير للناس، انا كنصلي في الوقت، انا كندير شي شويه الرياضه، انا هادي مثلا الا كيدير الامور هاد هادي الحوايج. السؤال نعم تفضل. الرياضه ما بغيت ندير رياضه ما عرفتش شنو نوع الرياضه اللي ندير. اي رياضه كتعجبك اولا اي رياضه حسب انت شنو محتاج، شنو بغيتي السي سعيد تحصل عليه؟ بغيتي تولي جسمك قوي يعني البنيان ديالو كيبان لك البنيه ديالك تتبان قويه يعني العضلات هكذا وديك الشيء ياك؟ ايوا اذا هنايا حسب اللي متاح لك اللي قريب لك. عاود بغيتي دير مثلا في الانترنت دير كيفاش انك كديروا التراكسيون كديروا كتدير المصارعه كتقدر دير الملاكمه تقدر دير شي حويجات، ولكن انا كنفضل انه في البدايه على الاقل غير اكتسب اللياقه البدنيه في الاول على الاقل. ربي غير السوفل غير السوفل ديالك الا ربيتي السوفل راه مزيان، راه غيعاونك حتى في الاسترخاء ما يبقاش عندك هاد التشويش هذا. شفتي يا سيدي سعيد الرياضه راه غتحسك هرمونات ديال السعاده غتطلع لك، غتولي تحس براسك فرحان ومرتاح، وغتولي شوف الرياضه هادشي اللي تنقول للشباب. الرياضه راه ماشي غير حركه جسميه، راه ثقه في النفس، راه كتعطيك الثقه في نفسك. وكون على يقين نهار غتولي دير الرياضه واخا يسيئلك يسبك اي واحد كتحس براسك هاز سلاح بحال داك الانسان اللي تيكون عنده لي دان الكاراتيه طالعين بروميير دان دوزيام دان اولا سانتيغ نواغ اولا شي حاجه، راه تيح راه هذاك عنده سلاح، راه هاز معاه بحال هاز معاه سلاح، راه ما خصوش يضرب شي واحد اولا. واخا كيسبو شي حد تيقول له الله يرضي عليك، تيدير بحال راسو بحال ما سمعوش، تيجي ادي شي حد تيقول له الله يهديك، ما تيجيش وكينفعل مباشره حيت عارف الا ضرب ولا دار شي حاجه راه الاخر مشى فيها. اذا هنا سي سعيد تكون واحد الثقه ديال النفس، كيولي انسان ما محتاجش انه يرد على الاخر. علاش؟ حيت عارف القدرات ديالو. هادشي علاش قلت لك خصك تعرف سيدي القدرات ديالك، تكتب شنو الايجابيه ديالك كلها وتحطها قدامك. فين ما تنوض في الصباح غادي تشوف سعيد الحقيقي، غادي تستحضرو هالايجابيه اللي فيه، هالايجابيه اللي فيه حويجات زوينين، هادي هي الايجابيات. يعني شنو فيك، شنو قادر دير، شنو قادر تفعل، شنو قادر تترك، داكشي كله حطو قدامك. وما كتفيق في الصباح كتلقاه قدامك، ولا هزو معاك فوريقه وقت ما طلع لك الزعف وقلتي انا ما صالحش انا ما فاعلش انا ما عرفت مالي كنتقلق، كتهز ديك الوريقه وتتقول اه لا لا انا فيا هادي زوينه فيا هادي زوينه، وكتزيد تكمل تتعاود تكتب شي حويجات اخرين اللي كانوا جداد. ثم السلبيات ديالك هاد القضيه اللي ذكرتيها راها ان شاء الله غادي تمشي من خلال ممارسه الرياضه، غتمشي مع الذكر، غتمشي مع الصلاه. عندك انت ما تقدرهاش، عندك فضاء اللي فيه نسبه الاكسجين طالعه، ما كرهناش حنا يكون عندنا يعني واحد البيئه اللي هي نظيفه، واحد الهواء نقي، واحد النباتات اللي دايرين بينا، واحد الجراد اللي يكونوا كثارين في النظر من نشوفوا الورد ونشوفوا الياسمين ونشوفوا ما عرفتش انا علاش انا والله العظيم ما عرفتش انا هاد التبني ديال هاد الامر باقي عندنا متاخر، ما عرفتش علاش. مع انه من اسهل الامور ان الانسان يغرس، ان الجماعه تغرس، ان المسؤولين يغرسوا شي حويجات اللي هي دغيا تنوض ودغيا كتعطينا الاكسجين. راه ما يمكنش نحياو وحنا ما عندناش اي نباته عباد الله، ما عندناش الشجار. الله يرضي عليكم لما اهتموا لنا بهذا الامر هذا.
راه في المدن الكبرى خصوصا نعاني من هذا الامر هذا التلوث، نسبه التلوث قهراتنا لا اله الا الله. اذا هنا سيدي اغتنم هذا الفضاء اللي عندك جميل وبدا دير واحد ربع ساعه على الاقل ديال الاسترخاء وديال التنفس العميق. التنفس العميق غادي يعاونك انك غادي تسترخى، وفي ديك التنفس كتخرج معاه هذه الفكره فهمت سيدي، كتستنشق وتتقول انا سعيد انا قوي انا مرتاح انا فرحان انا قادر ندير هذه الحاجه، انا كنضبط نفسي انا كنتعامل مزيان انا مرتاح مع راسي. وكتستنشق كتطلع مني فيك هذا الشيء كله كتطلعو وتتقولو، كتحس بواحد النور تيدخل لك لما تبغي تشهق وتتخرج ديك الزفير، كتخرج معاه واحد الضبابيه كتخرج بحال شي دخان كان عندك لداخل كتخرجو، رماد لون رمادي كتخرجو، لما كتخرجو كتخرج معاه يعني اي سلبيه اي حاجه خايبه كتخرجها معاه، كتخيلها بحال هكذا. كتحاول تمارس هادشي ربع ساعه، الصلاة كذلك واستعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة واحد الجلسة ديال أو العلاقة مع الله تعالى ديال التأمل وديال الارتياح النفسي، والأندروفين كيتفرز مباشرة في الصلاة لما الإنسان تدخل لها وكيرتاح وكيحصل على الخشوع، ماشي يبقى يخمم في حوايج أخرين، الخشوع غادي يخرج بحال راه هو دار واحد الجلسة ديال 45 دقيقة ديال المساج. بقيتي كدير هاد الامور وتفاعلتي وتعلمتي الاليات كيفاش تواصل مع الناس وانك تعبر على ذاتك بلا ما تنفعل، شي واحد سبك عيرك كتوقف تقول الله يخليك هذا لا يليق، هاد الشيء حشومه اللي كتقول، وكتبدل المكان، ما تحاولش تبقى معاه في نفس المكان، انسحب. انسحاب ماشي عيب، انسحاب باش كتوقف ديك التوتر لا بينك وبينه باش ما يعني كيتفاقمش هذاك الامر. من حقك واخا يكون رئيس عمل، رئيس عمل الا فات الحدود ديالو سبك ولا عيرك ولا كذا كتوقف وكتغير مكان، اولا كتقول الله يخليك انا ما نقدرش نسمع هاد الامور هادي، وكتشوف الامر كيف خصو يتشاف. مرحبا، عندنا واحد التساؤل على الصفحه الرسميه للفيسبوك. يعني سيده اللي كتشتكي من ان الابن ديالها عنده 19 سنه في السنه الثانيه السنه الاولى جامعيه وما حصل شيء على النقاط جيده، ربما دخل واحد ثلاثه ديال لي موديول وخمسه اخرين كلهم سقط فيهم، فهنايا رفض انه يعاود يرجع للجامعه بدعوى انه تيقول راه ما قادرش ان مابقاش عندي الوجه كيفاش انني نرجع. هنا شنو الاشكال؟ اولا ما كتعطيوش لوليداتكم ثقافه ديال النجاح وديال التجربه، ما نقولش الفشل، نجاح وتجربه، ديما كتقول له عندك تسقط، يعتبر هو ديك السقوط وديك الرصود راه واحد الوحش واحد البعبع. لا، ديما علموا وليداتكم الى طاح راه تعلم انه في هاد البلاصه هاد العتبه غير رد باله، خليه هو يكتشفها، الى تحرق له شي شويه هكا صبره غيعرف مره اخرى ها كيفاش يقبض من البلاصه الاخرى اللي ما خصوش غيتحرق. اذا دائما التجربه، دائما الفشل ما نسميوش فشل نسميوه تجربه، وفرصه للنجاح متكرر. اذا الا ما عطيتوش وليداتكم هاد المفهوم في الحياه كلها، لانه هذه غير اول تجربه، ومن بعد غيولي عنده مشاكل نفسيه لانه غيصادف عقبات في حياته في علاقاته مع الناس في كذا في كذا في الخدمه ديالو، يقدر يترفض يقدر كذا يقدر كذا، كيفاش غادي يطرى من بعد؟ اذا نعلمو بانه نسبيه كاين الامور، كاين نجاح وكاين تجربه، يعني ماشي فشل، ما توفقتيش في هذه القضيه راه خديتي تجربه وغادي تكون. شوفوا اديسون دار اكثر من 1000 تجربه فاشله، ياك سميوها، انا نعطيكم مصطلحات اللي كتسميو بها، ولكن هو اللي اكتشف لينا الكهرباء، هو اللي اكتشف لينا الكهرباء. فاذا هنا كيستافد، علموا وليداتكم هاد الامور هادي، علموا وليداتكم هاد الامور. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنه هو كيدعو الى التوحيد وما كلش وما ملش وما قالش لا نوض نقتل فيهم، نوض ندير لهم، نوض نفعل لهم، يدفع بالتي هي احسن دائما. ثم ولدك لالا يحاول يدير واحد الامور ديال الاسترخاء اللي تخليه مرتاح نفسيا، ثم كذلك يعرف فين كاينه نقاط القوه ونقاط الضعف. واحد الامر اخر، غتقولي له بانه السنه الثانيه هي سنه كلها ديال التجربه، ما كاينش اللي كانت عنده السنه الاولى كلها نجاح 100%، هذه يعني باستقراء وبدراسه في الجامعات الكبرى. السنه الاولى من الجامعه كتكون صعيبه لان فيها التاقلم، لان تيكون النموذج ديال التعليم الثانوي التاهيلي مختلف عن النظام الجامعي. النظام الجامعي تيبقى الاعتماد على الطالب بواحد النسبه ديال 75%، في التاهيلي اقل من 50%، كيعطيك الاستاذ كل شيء، في الجامعه لا،
كتولي انت اللي خصك انك تبحث وانت اللي خصك تقلب. اذا خصو يعرف غير فين كاينين المناطق ديال الضعف والمكاين ديال الضعف ويتداركهم، ثم يحاول يتصاحب مع الوليدات اللي تيبانوا ليه راهم متفوقين، طلبة مثلا متفوقين، يسأل الأستاذ طريقته منهجيته اللي كيبغيها مثلا في التعامل مع داك الدرس مع الدروس ديالو، كاين اللي كيبغي بضاعته ردت إلينا، كاين اللي خصو واحد المنهجية أخرى ديال أنه شنو فهمتي، كاين إذا كاين أمور مختلفة. فحاول ما أمكن أنه ثم الخطاب ديال الوالدين يكون خطاب إيجابي، دائما كلموا وليداتكم وعطيهم الخطابات الإيجابية اللي كتكون فيها انت تبارك الله عليك ما شاء الله ناجح، انت عبقري، انت يعني قوي، انت كذا انت كذا، ماشي اشكال ولدي سقطتي هاد السنه ولا من بعد ولا كذا وكذا، ان شاء الله العام الماجي غادي تنجح باذن الله. اذا خطاب دائما ايجابي تفاؤلي. ثم كاين واحد السؤال ديال مواجهه الناس بالخطا، انا شكون انا حتى اني ما نسقطش ولا من كنعرف ناس كثار اللي هما ما شاء الله كانوا متفوقين جدا يعني في مواد اللي هي صعيبه، كاين بس كاين غيرها كاين هذا، ولكن السنه الاولى رسبوا فيها، السنه الاولى كلهم تسول تقول لك السنه الاولى كان دازت عندي كحله زحله. اذا هنا المساله ديال القبول النجاح هو اللي كيخلينا دائما، والتعامل مع الفشل هو اللي تيخلينا دائما في حاله نجاح مستمر. شكرا لكم مستمعينا الكرام على تواصلكم، شكرا لك لالا وفاء اللي كنتي معايا في الاخراج واستقبال المكالمات، شكرا لكم على المتابعه، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.